أعزائي المشاهدين في لقاء جديد من أولاد إبراهيم النهارده نفس النداء بنوجهه لكل إخواتنا المسلمين إعرفونا صح. سواء تؤمنوا بما موجود في كتاب مقدس أو لا تؤمنوا النداء اللي بوجهه يا ريت تعرفونا معرفة صحيحة. يعني كل المعرفة اللي تعرفوها عننا عن إيماننا هي معرفة خاطئة 90% أو 95% وهنقدم مثال في لقائنا او استكمال لقائنا مع المهندس فاضل سليمان عشان هو بيقدم كلام عن مفهوم الخلاص احنا لا نقبله ولينا تعليقات واضحه عليه وسبق ان احنا قدمنا الجزء الاول يا ريت لو كان عندكم فرصه تراجعوا اللقاء السابق سواء على الانترنت او على موقع الكرمه وشوفوا فيه هذا الموضوع بنفس العنوان نداء الى كل مسلم. يسعدني ويشرفني أن يكون معي الفاضل الأخ يوسف رياض حتى يستكمل ردوده على هذه الأسئلة المهمة. أهلاً بك أخ يوسف. أهلاً بك حضرتك. الرب يباركك ويستخدم التعليم الرائع اللي ربنا ملأ قلبك بيه وفكرك بيه ناحية الكتاب إنك تقدم إجابة لكل الأسئلة اللي بتوجه إلينا. آمين. هل ممكن نلخص المرة الماضية قدمنا فكرة عن ردود للأخ المهندس فاضل سليمان. في موضوع مفهوم الخلاص هل تدينا ملخص كامل حاضر. لما قدمناه حاضر يعني هو قال اولا ان الله خلق ادم ليحيا الى الابد حطها اطروحه ونفاها بعد ذلك عندما الرب الاله قال له في تكوين 3:19 لانك تراب والى تراب تعود وكان الرد البسيط ان الله لما خلقه حط امامه الحياه والخي والموت الموت الحياة والموت والخير والشر لكن بكل أسف الإنسان اختار الموت الحاجة الثانية أنه قال أن هل الله حذر آدم والإجابة شفناها بكل وضوح أن الله قال بكل صراحة لآدم يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت الحاجة الثالثة اللي قالها أن حواء لم تحذر وإجابتنا كانت حواء كانت موجودة عندما يقول آدم لا يقصد آدم الرجل لكن يقصد آدم الشخص الذي هو آدم وحواء وده شفناها في سفر التكوين أصحاح خمسة ذكرا وأنثى خلقهما ودعا اسمه آدم آه الله لم يغري آدم هو قال إن الله لما قال إن دي شجرة معرفة الخير والشر كأنه بيغري على فعل الشر بيغري. يعني كأنه بيقوله يعني, يعني آه عليك أن أنت تأكل منها أو يعني بيحفزه بيحفز. أنه يأكل منها ده كلام مش مظبوط بيغري وده طبعا العكس صحيح لأنه قال له يوم تأكل منها موتا تموت. تموت فيش كلام أوضح من كده ركزنا على فكرة موتا تموت يعني إيه موتا تموت أيوة موتا تموت الموت الثلاثي اللي هو اولا موت روحي بالانفصال عن الله ازاي حصل الانفصال ده الانفصال عن الله نتيجه السقوط فالانسان اصبح متجنب عن حياه الله النهارده الملايين تولد في العالم لا علاقه حقيقيه لها مع الله ان لم تتوب وترجع الى الله نؤمن ان الله هو الحياه هو الحياه. واي حد منفصل عن الله يبقى ميت. بالضبط. حتى لو كان ماشي وبياكل وبيشرب آه. لكن هو حقيقه ميت. عشان إن هو انفصل عن مصدر, مصدر الحياه. عشان كده الرب قال: دع الموتى يدفنون موتاهم، موتى بالانفصال عني بيدفنون موتاهم الذين خرجت ارواحهم منه. ده مش الصوره الوحيده للموت لكن ده احد صور الموت خروج الروح من الجسد. ثم هناك صوره ثالثه وهو الموت الابدي او الطرح في بحيره يعني البعض. فعلاً لما آدم أكل من الشجرة مات أوه. مات, مات. مات روحي أيوة. ومات أيضاً لأن الفساد دخل فيه فأصبح يعني طبيعة الموت موجودة جواه وهيجي الوقت اللي هو يموت فعلياً بالضبط مش اقصد موتاً تموت يعني الطب ساكت دلوقتي عشان يعني. كده الكتاب المقدس يسمي الأجساد دي هذا المائت سيلبس عدم موت يعني جسد ميت الجسد الذي في طريقه إلى الموت م. حتى في اللغة العربية يقول لك من كان ذا روح فذلك ميت وما الميت إلا من إلى القبر يحمله يعني من كان ذا روح فذلك ميت فكلمة ميت احنا بنستعملها على واحد طلعت روحه لكن هي الحقيقة من كان ذا روح فذلك ميت وأموات بالذنوب والخطايا يعني معناها بالزبط. إن إحنا حتى لو بنتحرك وبناكل وبنشرب لكن الحقيقة إن نتيجة الخطية إحنا أموات بهذه الخطيه حتى لو كنا تمام. لسه الروح ما خرجتش من الجسد تمام. هو تعريف الموت مش بس, بس الموت الجسدي لا. لكن الموت الروحي مع الموت الجسدي والاثنين اصابوا ادم بمجرد ما اكل من الشجر بالضبط تمام آه، كمان قلنا ان ليس غلطه ادم انه سمع لصوت امراته يعني المهندس فاضل اقتطع الايه لانك سمعت لصوت امراتك ملعون الارض بسببك سمعت لصوت امراتك وعصيت كلامي فالغلطه هنا أن الواحد حصيان. يسمع يعصى كلام الله ويسمع كلام أي حد تاني غير كلام الله هذه هي المشكلة وشفنا أخيرا أن الشيطان ليس صادقا بل هو كاذب كذبة ونص لأنه قال الصواب والخطأ ودمجهم معا ودي أبشع صور التضليل والخداع أنك تجيب جزء من الحقيقة وجزء من الضلال وتجمعهم معا هذا أمر خطير أحقا قال الله أيوة. لا تأكل منها ولا تمسها طبعا ماشي لا فقال هي... فقال لن تموتا كذب بل الله عالم انه يوم تاكلان منها تنفتح عينكما يعني حصل وتصيران كالله لم يحدث عارفين الخير والشر حصل يبقى اذا دمج الصواب مع الخطا في ح... كذبه محبوكه انطلت على حواء بكل اسف في نهايه كلامنا اللقاء الماضي وقفنا عند العفو والأخ فاضل قال ممكن رئيس الجمهورية يعفو الملك م. يعفو يصدر عفو نهائي يصدر عفو جزئي اتكلمت لكن برضو أحب نوضح النقطة دي حتى قبل ما نسمع حاجات جديدة من بقية الكلام بتاعه عن موضوع مفهوم الخلاص يعني أنا بحثت في موضوع العفو الرئاسي فجاء كالآتي حق استثنائي يستخدم في أضيق الحدود ولأسباب أربعة صحية أو اجتماعية أو سياسية أو أمن قومي والمجال فيه ليس مفتوحا كما يظن البعض العفو يستخدم عندما تكون الجريمة لها طابع سياسي والمجتمع بات لا ينظر إليها على أنها جريمة أما جرائم القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة فلا يمكن أن يصدر بحقها عفوا رئاسيا صحيح آه و لو تبحث في الموضوع بتاع العفو الرئاسي ده هتلاقي ان في ثلاث او اربع مشاكل. اول مشكله زي ما قلنا انه ليس عام، ليس مطلق. في جرائم يصدر عليها العفو الرئاسي وفي جرائم لا. يبقى اذا انا ما عنديش اساس متين اعرف ان الله سيعفو عني او لا. ثم انها تقديريه فالملك ليس ملزم ولا رئيس البلاد ملزم ان يصدر عفوا. جايز يصدر وجايز ما يصدرش بمعنى اني ساظل طول عمري على الارض لا اعرف هل الله في النهايه سيعفو عني ام سيدينني يعني انا لم اتمتع بالخلاص في أي لحظه من اللحظات هي يعني دي مشكله الفكر الاسلامي أي. يعني الفكر الاسلامي لما تسال اي اخ من اخواتنا المسلمين حتى لو كان شخص تقي وبيخاف ربنا وعايز يرضيه تساله هل لما تموت هتروح فين؟ يقول الله اعلم يعني انا مش ضامن ربنا هيعمل معايا ايه يبقى اذا مفيش خلاص أث... اساسا لان انا عايش في الارض بتعبد لربنا ولا اعلم ولا أي. اعلم في النهايه ساكون معه ام مطروح بعيد عنه فاين الخلاص هنا الخلاص في المفهوم المسيحي اني امتلك واعرف الخلاص فعلا ولي علاقه وشركه مع الله انظروا ايه محبه اعطانا الاب حتى, حتى ندعى اولاد الله الحاجة التالته أين البشارة السارة أحملها لواحد على فراش الموت يحتضر إذا افترضنا واحد عاش كل عمره في الخطية والآثام عايز أبشره أقول له إيه أقول له إيه أية بشارة أحملها له لكن الإنجيل اللي بيقول إن المسيح مات لأجل خطايانا أقدر أروح للشخص الذي يحتضر وأقول له توب وآمن تحصل على الخلاص وهذا حدث عندما كان المسيح على الصليب ولص مجرم جاني على آخر لحظاته قبل المسيح مخلصا واعترف به ربا فقال له يسوع اليوم تكون معي في الفردوس, في الفردوس وأخيرا أقول إن مشكلة البشر ما عبر عنها الله في مزمور خمسين في مزمور خمسين نرى هذه الآيات وللشرير قال الله ما لك تحدث بفرائضي وتحمل عهدك عهدي على فمك وانت قد ابغضت التاديب والقيت كلامي خلفك الى ان يصل في الكلام ويقول ظننت اني مثلك يعني مشكله البشر انه بيفتكر ان الله زي الانسان وما يفعله الانسان بالضروره وبالتاكيد يفعله الله مشكله الشرير انه يظن ان الله مثله والحقيقه ولا في امر الخلاص كما علت السماوات فوق الارض علت افكاري عن افكاركم وطرقي عن طرقكم اذا فكر الله يختلف كل الاختلاف عن فكرنا احنا الله فكره ايه؟ ان الخطيه خاطئه جدا وباشعة للغايه وانه لا يمكن ان يكفر عنها الا بسفك الدم بالموت او بدفع ثمن بما يعني, يعني دفع ثمن غالي ما هو يعني أنا عملت خطيه بالضبط. ليها اجره ليها ثمن الثمن الغالي أدفع هو ايه الثمن عشان احصل على العفو او الغفران وما هو هذا الثمن الغالي افرض انت راجل بليونير تقدر تدفع قد ايه عشان تكفر عن خطاياك ما ليس شاتف. بفضه او ذهب نعم دي عايز اموت لان اجره الخطيه ماذا تقول عن واحد قتل وراح للمحكمه قال لهم انا مستعد اعوض بمليون جنيه ب مليون جنيه مش عداله ديت انك تقتل لان معاك فلوس او ان البعض بسمع منهم كده من اخواتنا المسلمين ممكن يتاجر مثلا في المخدرات وياخد مثلا مليون أرباحه. جنيه من ارباح المخدرات دي ويبني مسجد ويقول لك ان كده هتتغفر خطاياي ان انا بتاجر في المخدرات هل هذا هو العدل؟ هو ده المفهوم هل هذا هو العدل؟ هو ده اللي انا بتساءل يعني فيه المهندس فاضل كان بيتكلم عن عدل الله هل هذا هو العدل؟ اني انا غني اقدر اشتري خلق الله واشتري ربنا واشتري الجنه بفلوسي او باي اعمال اعملها أو أي يعني عمل تعمل خير تاكل هو؟ ناس فقراء تساعد ناس مساكين او تعمل بطل. اي حاجه ما يبقى اذا اشتريتها بفلوسي نعم ما انت ممكن تبني ملجا وتبني وتاكل ايتام وتعمل زي ما انت عايز بفلوسك وفي سبيل ذلك افسد في الارض وزني واقتل واعمل كل المصايب وانت حتكفر عنها ببعض اموالك يعني عايز تشتري ربنا بفلوسك دي رشوه انت بترشي ربنا دي مصيبه سودة طب ايه راي حضرتك في عدل الله لما نشوفه في نحوم واحد ثلاثه بيقول لك الرب بطيء الغضب مم. عظيم القدره ولكنه لا يبرئ البتة تمام ايه فهم حضرتك يعني دي؟ يعني؟ فهمي ان الله اذا ما كانش في اساس حقيقي سليم لا يمكن ان يعفو لمجرد انه شاف كده مزاجك حاشا الله يعني مثلا أسأل سؤال هل يمكن أن الله هل يستطيع الله أنه يكذب مستحيل يبقى الله مش كلية القدرة كلية القدرة لكن في حاجات لا يمكن أن هو يقبلها أن هو يفعلها تمام تمام ده اللي أنا عايز أسمعه الله كون الله كلية القدرة ليس معنى ذلك أنه يقول كلام ويرجع في كلام طبعا فقال أن أجرة الخطية موت بعد ذلك يقول الراجل ده عمل خطية لكني أنا سأعفو عنه يبقى راجع في كلامه بالزبط. يبقى انكر نفسه وهو لا يستطيع ان ينكر نفسه ليس عجزا وضعفا لكن كمالا نه. نظرا لكماله يستحيل انه ينكر نفسه عايزين نخرج نفسنا من المفاهيم البشريه منحطهاش على ربنا ربنا بالزبط. اعظم واكبر مننا بكتير وفكره زي ما حضرتك تفضلت في الايه اعلى من افكارنا جدا ده اللي عايزة وعندنا الخطيه خطيه ملهاش غير معنى واحد أنا نفسي نسمع عن المهندس فاضل سليمان وبيتكلم عن مفهوم الذنوب في الاسلام وبيطبقوا علينا واشوف راي حضرتك الفرق الكبير بين المفهوم المسيحي والمفهوم الاسلامي في مفهوم الذنب والخطيه. خلينا يعني نشوف الاخ المهندس فاضل سليمان ونسمع تعليق من الاخ يوسف. اتفضل. عشان كده في الاسلام الذنوب نوعين مش نوع واحد. نوع ذنوب بين العباد وبعضها. دي ربنا هو الحكم فيها بين العباد فما بيغفرش فيها الا لما العباد يغفروا لبعض. لذلك لو حد خد من حد حاجة عشان يتوب لازم يرجع الحاجة دي للي خدها منه لو حد غلط في حد لازم يستسمحه ويسامحه يا اما في, في الاخره يقتص منه وياخد منه حسناته ممكن يطرح عليه سيئاته لان ربنا هو الحكم بين العباد ما يغفرش العبد على عبد تاني الا لما يسامحوا بعض العباد. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. دي في سوره الزمر. لكن في نوع ثاني من الذنوب وهو الذنوب بين العبد وبين الله. هنا الله هو الحكم والخصم في نفس الوقت. هنا الله يعفو يعفو عندنا حديث قدسي الله سبحانه وتعالى بيقول للعباد يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم مش محتاج بقى يبعت حد يموت ولا حاجة فاستغفروني أغفر لكم ليه؟ يا عبادي اسمع دي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني إلى أي درجة يعني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يبقى لما الواحد يغلط في ربنا في اللا محدود ده هي دي الغلطه اللي ربنا يغفرها. مين قال انا لما اغلط في اللا محدود الغلطه تبقى لا محدوده؟ مين قال بالعكس ده لما غلط في اغلط في اللا محدود اغلط في الله هو دي اللي ربنا بيغفرها لي من غير ما يكون بيظلم حد لكن لو غلطت في اخويا او في اختي ما ينفعش هنا ربنا يغفر لي الا لما هم يغفروا لي او يختصوا مني هي دي نقطه عايزين نعرفها ادم لما اكل من الشجره غلط في مين الأمثلة اللي بنسمعها بقى من القمامصة والسادة القساوسة إن لو أنا خبطت لك عربيتك ينفع إن أنا أصلح لك لو ما صلحت يبقى أنا كده مش عارف إيه، لا أنا آسف جدا، أنت بتتكلمي أنا لما أخبط عربية واحد أخويا لازم أصلحها له، لكن انا لما اغلط في ربنا لو كنت من شجره محرمه لو اخطات في ربنا في حق ربنا ربنا يسامحني يعني لو ربنا سامحك يا اخ فاضل ما كانش طرد ادم وحواء من الجنه ما هم ما عملوش حاجه غير ان هم اكلوا من الشجره وطردهم ده الاسلام بيقول كده كمان انت بتقول حاجات عكس الاسلام ولو انا غلطت في ربنا ربنا يغفر لي ده كلام خطير ولا يليق لا بقداسة الله ولا بعظمة الله لكن ده بيسيء إلى كل كمالات الله وإن الذنب مش ذنب واحد أو مفهوم واحد في ذنب ضد أخويا ده حاجة وذنب ضد الله ده حاجة تانية خلينا نفهم المفهوم المسيحي بطريقة فيها تروي وتأني وانفتاح قلب عشان نفهم الحقائق كما أعلنت من الله نفسه فضل أخي الكتاب المقدس يعلن أن الله قدوس وأن الله بار لقداسته لا حدود ولبره أيضا لا حدود قداسته قال عنها في نبوة حبقوق صح واحد عدد 13 عيناك أطهر من أن تنظر الشر ولا تستطيع النظر إلى الجور عيناه أطهر ما يقدرش ينظر إلى الشر وهنا كان يلزم الكفارة أو الغطاء والستر كلمة كفارة تعني تغطية وستر لماذا؟ يلزم الامر كفاره لان عينين ربنا اطهر من انها تنظر الى الخطيه الخطيه في نظر الله شيء بغيض جدا يحتاج الى ستر تغطيه الحقيقة ده مفهوم مختلف عن المفهوم المسيحي وانا بقطعك عايزك تكمل لكن في نفس الوقت عايز اوضح واساعد اخواتي المشاهدين خصوصا المسلمين يفهموا قد ايه ان الخطيه خاطئه بالزبط. جدا بالزبط. دي محتاجه توضيح بالظبط الخطيه خاطئه جدا لانها أولا في نظر الله لما عمل داود الخطية في إنسان قال الله إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنع. صنعت يبقى إذن كل الخطايا اللي احنا بنعملها دي خطايا قدام الله اللي عينيه أطهر من أن تنظر إلى الشر وهنا لزمت التغطية يعني دي مهمة جدا خصوصا لما أخويا فاضل سليمان قال ان الذنب بين الاخ والتاني ده حاجه يعني تستوجب ان يكون في دفع ثمن لكن الخطايا في ضد الله دي حاجه تانية مختلفه حتى المنطق. لا يعني حتى لو كان دي ضد المنطق انا بتكلم عن نقطه اللي حضرتك ان داود زنى مع واحده ست طب ايه ذنب ربنا هو داود بيعترف وبيسجل بيقول له اليك وحدك اخطات ليه ان كسر الوصيه بتاعته ما هو دي مش مفهومه يعني كان انا مثلا عملت زنا او سرقت او قتلت دي حاجه تخصني وتخص الاخر لا كل حاجه بعملها في علاقتي مع الاخرين هي بتسيء الى الله لان بتكسر وصايا ايه يعني الاساءه ايه الخطيه هي كسر او معصيه او تعدي على وصايا ربنا طب انا النهارده تعديت على الوصيه من وصايا العشرة بتقول لا تزني وزنيت، داود بيقول كده يعني، بيقول يا رب انا اخطيت في حقك، يعني بيعترف ان هو كسر وصايا الله قبل ما يقول ان هو اخطا في حق الست دي، هو اخطا في حق الست دي صح؟ لكن كمان اخطا في حق ربنا في هذا الفعل اللي فعل ودي فرق كبير قوي بين الفكر المسيحي والفكر الاسلامي، ارجو ان توضح قد ايه خطورة ان اي خطية يرتكبها الانسان هي ضد ربنا نفسه. طيب. يبقى إذا عرفنا بداية أن كل الخطايا ضد الله وأن الله قدوس عينها أطهر من أن تنظر الشر لكن الله أيضا بار وكل تعد ومعصية نال مجازاة عادلة نعم. فيش حاجة تعدي على طريقة معلش أوه. أبدا يبقى إذا هناك يعني ما فيش عفو جزئي أو عفو كلي أو معلش لازم سماح أو سماح يعني ما فيش عند ربنا سماح كده وبلاش لازم أساس أوه. لازم أساس هذا الأساس تم في عمل المسيح على الصليب اللي هو بنسميه الكفاره، الكفاره تحمل معنيين بحسب اللغه الاصليه العبري واليوناني <applause> تحمل معنى تغطيه وترضيه. تغطيه للشيء السيء الذي امام عيني الله ينبغي ان يستر عن عيني الله. ثم ترضيه نظرا للاهانه التي لحقت الله فينبغي ترضيه. يبقى اذا الله المساء في حقه محتاج ترضيه؟ والذنب الذي ارتكب ينبغي تغطيته لان عيني الله اطهر من ان تنظر الى الشر قداسه الله وبر الله تستلزم الكفاره هذا هو المفهوم المسيحي للخطيه وللخلاص منها الخطيه خاطئه جدا وليس كما يظن البعض انها شيء سهل لا خطيه ضد الناس ولا خطيه ضد الله يعني لا ده سهل ولا ده لان الحقيقه ان كل الخطايا ترتكب ضد الله. حتى عش. ايوه حتى كلامنا حتى كلام يقول لك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان النفس تعطي حسابا عن كل كلمه بطاله يتكلم بها الانسان في يوم الدين او حتى افكاري فكر الحماقه خطية خطية احنا طيب. بنتهاون مع الخطية دي اخطر حاجة في الفكر الاسلامي ان ما فيش تقدير حقيقي لجرم الخطيه اللي احنا بنعملها بفكرنا او بفعلنا او بكلامنا هي كلها خطيه موجهه الى ضد الله اللي هو كاشف كل شيء ويرى كل شيء يعرف افكاري من بعيد لماذا نحن نستهين بالخطيه او لماذا اي انسان يستهين بالخطيه الاجابه في شيء واحد بسيط لاننا لم نعرف الله حق معرفته لم نعرف قداسه الله تتذكر حضرتك النبي إشعياء نعم لما شاف لما شاف الله على العرش في نا. رؤية نعم ولما سمع الصرافين بيقولوا قدوس 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 ثلاثا هل قدوس هل قدوس هل أنا قدوس عند قال ويل لي إني هلكت يعني لأن نجس. إنسان ناجس الشفتين لماذا أقر بذنبه وبإثمه ونجاساته لأنه شاف القدوس نعم لكن لما أنت تصور الله بطريقتك ومفهومك او بلغه مزمور خمسين اللي قريته ظننت اني مثلك يا عم فوت يا عم دي حاجه بسيطه كلمه فوت وعن بسيطه ده انا بقولها وانت بتقولها لكن الله لا الله مش زيي الله مش زيك ان اظن ان الله يشبهني في انه بيفوت ودي حاجه بسيطه عند ربنا احنا كده ما عرفناش الله عندما عرف اشعياء الله عندما راى قداسه الله عندئذ صرخ ويل لي اني هلكت لأن إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين خلينا نشوف جزء تاني من محاضرة المهندس فاضل بس نقول لكل اخواتنا مسلمين او مسيحيين اعرف الله القدوس وافهم ان القداسة تستوجب ان انا ما اقدرش اقبل ان في اي خطية توجه ضد الله لو انا فهمت معنى ايه الله قدوس هعرف خطورة وبشاعة الخطية خلينا نشوف ما تبقى من محاضرة المهندس فاضل سليمان امال مين اللي يسامحني؟ الحاجة التانية بقى خلينا يعني بنتخذ على قد عقلنا خلاص السيد المسيح جه ومات فدى البشرية فشال هو العقوبة ازاي؟ مات ثلاث ايام ثم قام من الاموات يبقى ما يبقى ثانية واحدة يبقى يبقى ما خدش العقوبة لأن يعني العقوبة انه يموت موتا ابديا فقيامة المسيح بعد ثلاثة أيام معناها إنه لم ينل العقوبة بدل من آدم. حلوا بقى المشكلة دي كمان. ما تتحلش، بقول الحكاية مليانة مشاكل ومليانة زي ما أقول كده خروم، عارفين تو نورماندي تو؟ اللي هي أول ما نزلت المركبة على طول، يوم التاتشين راحت غرقانة. الحكاية دي تتحط كده تغرق. من كتر ما هي غير واقعية، وتصف الله بالظلم، وبالأنانية، وبالنقص، وبكل شيء. ده مش معقول. يعني يبدو ان واضح ان المهندس فاضل سليمان وهو من كبار الدعاء المسلمين مش فاهم ماذا فعل المسيح المسيح ما ماتش ثلاثة ايام بس لو كان بس هيموت كان هيموت على طول مش هيقوم تاني لكن لما قام بعد ثلاثة ايام ده مش معناها ان هو بس كان ثلاثة ايام عشان يبدى البشرية لا ده هو مات نيابة عن البشرية موت ابدي لكن القيامة ده موضوع تاني هنحكي في اهمية القيامة وايه معناها لكن على الاقل موت المسيح لمده ثلاثة ايام مش معناها يعني معناها ده يعني عقاب قليل لمده ثلاث ايام فقط لا الموضوع اكبر من كده خلينا نسمع من الاخ يوسف ماذا فعل المسيح عندما مات ثلاثة ايام ثم قام تفضل اخي يوسف لماذا نظل في جهنم الى الابد لماذا يعني انا هموت واروح جهنم اذا كان المسيح مخلصنيش خلصنيش وأفضل هناك إلى الأبد لماذا؟ الإجابة هتفضل إلى الأبد لما توفي الدين يوم ما توفي الدين وتقول خلاص أنا يا رب أنا غلطت في حقك غلط والعقوبة كذا وأنا خلصته إذا كان المحدود يمكن أن يوفي حق غير المحدود يبقى هقعد مليون سنة عشرة مليون سنة ديش مليون سنة وأطلع لكن إذا كان المحدود مهما أضفت عليه ومهما ضاعفته هيفضل محدود لذلك ساظل انا او اي خاطي يروح جهنم ويبقى هناك الى الابد ده بالنسبه لي بالنسبه للمسيح هل كان المسيح عندما مات على الصليب مجرد انسان فقط لا غير خلص على كده ولا كان اللاهوت متحد بالناسوت هذا الذي مات هل هو مجرد إنسان زي أي إنسان آخر لا طبعا. ولا بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب لذلك هذا الذي مات وعلى فكرة ما كانتش بداية العقوبة تنفذها عندما أسلم الروح ومات دي قبليها ثلاث ساعات ظلمة وقع عليه غضب الله بالضبط ماذا حدث في ساعات الظلام؟ موت بس كان عايش آه كان عايش بس بيقول الله إله إلهي إلهي لماذا تركتني ألم نقل منذ قليل أن الموت هو الترك من الله الانفصال عن الله فالمسيح وعشان كده جت الظلمة إيه الظلام ثلاث ساعات على الصليب إيه الظلام ده البعض يقول لك كسوف الشمس لا كسوف الشمس أولا ما يحصلش لما يكون القمر بدرا وما يعودش ثلاث ساعات ده بيقعد دقايق معدودة لكن هذا الظلام الذي حدث أن الله انف... بق... ترك المسيح المسيح ابتعد عشان كده يقول بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري عندما احتمل على الصليب قال عباره رائعه قبل ما يدخل الى القبر يعني ما كانش محتاج حتى الى القبر لكن قال على الصليب قال ايه قد اكمل, قد أكمل. يعني هذا الانسان اللي ما هوش مجرد انسان لكن كل ملء اللاهوت حل فيه يقول في كلوسي واحد تسعه لان فيه سره ان يحل كل, كل الملء اللهوت. وان يصالح به الملء ان يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلحه بدم صليبه بواسطته او لما قال في كرونسوس ان أي. الله كان في المسيح بالظبط مصالحا مصالح له لنفسه تمام غير حاسب لهم خطاياهم تمام يبقى اذا دي فكره ان الله كان في المسيح ساعه ما المسيح صلب على الصليب وصلب فداء لكل البشر لان ما كانش مجرد انسان حمد. محدود بالظبط لانه غير آه. محدود حمل خطايانا ودي ايات صريحه قوي الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسد احنا ما شفناش اه انت ما شفتش بس ده اللي حصل الرب وضع عليه, عليه اسم جميعنا جميعنا احتملها غير المحدود لما غير المحدود يكفر عنها يكفي ولا ما يكفيش؟ يكفي, يكفي. وعشان كده الخط اكمل نعم. لكن لان اجره الخطيه موت كان لازم كمان يدخل القبر ويقعد ثلاثة ايام ويموت ويموت فعلا ذاق بنعمه الله الموت محي هو ي... على الصليب اسلم الروح انت عارف طبعا بعض الناس الاحمديه بيقولوا ان هو علق على الصليب وبعدين اغمى عليه وبعدين نزل يعني فكره غريبه شويه لكن مش عارفين النص اللي بيقول فيه ان هو اسلم الروح اسلم الروح يعني ايه يعني مات تمام يعني مات فعلا على الصليب ايات تجل عن الحصر ان المسيح مات سواء بفمه او عن طريق العهد القديم قبل ما يجي او رسل العهد الجديد او المشاهدين قائد المئة مات قال انه مات بعد ما فحصوا بالظبط يعني وبيلاطس تحقق امتى مات سريعا وازاي مات سريعا فتحقق بموته يعني مسألة موت المسيح دي مؤكدة ودخل القبر لكي يبرهن انه مات فعلا وفي اليوم الثالث الله اكتفى أنا ده اللي أنا عايز أقول في موضوع الثلاث أيام يعني مم. هو مات دي أهم أيوة. حاجة أجرة الخطية ايه هي موت أيوة. ولما إن هو المسيح الإله المتجسد مات عن كل البشر يعني لو موت واحد يوم واحد خلاص مش مشكلة مم. لكن هو قعد ثلاثة أيام لما كان ممكن يبقى موت إلى الأبد لو ما كانش فيه قيامة أو لو ما كانش يقدر ينتصر على القيامة القيامة كانت انتصار وكانت إعلان عن قبول الله لهذه الذبيحة اللي هو قدمها دي مهمة قوي آه لكن الفكرة هو بيتكلم على لك طب ثلاثة أيام طب إيه يعني ما مات ثلاثة أيام يعني المهم إن هو مات حتى لو مات ساعة لو مات ساعتين لو مات يوم لو مات يومين لكن هو مات هجرة الخطية إيه موت فات المهندس فاضل أن المسيح ليس مجرد إنسان نعم لا. لأنه ليس مجرد إنسان فالثلاث ساعات اللي كان على الصليب فيها بيحمل خطايانا أمكنه أن يكفر عنها أن يدفع الثمن بتاعها ثم دفن في القبر لكن أنا عايز أقول زي ما حضرتك تفضلت أن نتيجة قبول الله لهذا العمل حصل حاجتين أولا الحجاب انشق من فوق إلى أسفل ده قبل ما يدفن نعم هو على الصليب وهو على الصليب قال قد أكمل النور رجع بعد الظلام الحجاب انشق القبور تفتحت يعني وخرج يعني ايه فايده الحجاب الشاق؟ يمكن البعض مش فاهم الحجاب الفكرة. كان يفصل بين, بين, القدس. بين القدس, وقدس الاقداس يفصل بين الكهنه والله لان الله كان يسكن في قدس الاقداس رمزيا فعندما انشق الحجاب معناها الله بيرحب بالانسان النار. ما بقاش في حاجز ما بقاش في حاجه يعني ممنوع الاقتراب ده في اليهوديه لكن في المسيحيه لنا ثقه بالدخول الى الاقداس نقرب لله لماذا لأن العقوبة اتدفعت أنا إذا أنت مطالبني بفلوس أنا كل ما أعرف أن أنت في حتة أهرب مش منها أهرب منها لأنك أنت هتقول لي فين الفلوس اللي عليك وأنا ما عنديش فأبدل محرج نفسي أهرب لكن لما أعرف أن الثمن الدفع واحد دفع نيابة عني العقوق الغرامة اللي كان مفروض أدفعها أقابلك بكل ارتياح وده واحدة من نتائج الخلاص المصالحة وده ده واضح من أول آدم آدم إيه خاف من ربنا هرب بالزبط. من ربنا بالظبط وبعدين ما بيقولوش اين انت يعني بيدور عليه لا, لا. ده عايزه يعني انا عايزه يعترف يعني بقول انا بندق آه. على ابني بقول له انت فين انت عملت بالزبط. ايه عشان هو يقول لي مش معناه ان انا مش عارف ما انا بالزبط. عارف اللي عمله كله بس انا عايزه هو يقر كده يعني تمام تمام اذا ما مات ثلاث ايام معناه دفع ثمن كامل من خطية لكل البشريه لو كان مجرد انسان لقى الثلاث ايام ما تكفيش آه. بس هو فايت عليه انه ان اللي مات ده مش مجرد انسان كل ملء اللي هو حل فيه الحاجه الثانيه اقيم بعد ثلاثة ايام كيف القيامه يعني الـ 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 الحجاب انشق النور رجع لكن كمان عشان يبرهن الله ان العمل كافي والله رضي علينا وعلى المسيح قام وعشان كده في روميا أربعة خمسة وعشرين أسلم, من, من أجل, أجل خطايانا وأقيم, هنا بيتكلم على أن الله أقام وأقيم لأن في آيات كثيرة بتقوله أنه أقام نفسه بس أقام نفسه مش هتفيد الفكرة اللي بنقولها هنا يعني أقيم الله أقامه لأجل تبريرنا يعني الله بيقول أنا خلاص قبلت الذبيحة قبلت الذبيحة وأنتم مبررين دلوقتي أصبح, أصبح بر المسيح كله لنا آه. وأنا أرجو أن كل إخواتنا يتابعوا ويراجعوا ما يقوله المهندس فاضل وما نقوله من الكتاب المقدس خلينا نشوف جزء تاني من محاضرة المهندس فاضل وهو بيتكلم عن المسيح بطريقة خاطئة ونوضح الفكرة باختصار تفضل هو المسيح ايه عبارة عن ايه لاهوت وناسوت متحدين دون اندماج و طب اتحاد اللاهوت والناسوت ده معناه ايه ان اللاهوت مات على الصليب يعني يعني الله مات ما ينفعش امال مين اللي مات الناسوت طب لو الناسوت يبقى فين بقى الفديه؟ يعني هنا يعني في مشاكل كثيره جدا كثير من الاخوه المسيحيين جدل بقى له 2000 سنه ومحدش عارف يحلها عشان الحكايه نفسها غلط. يا يعني جماعه في حاجات في الحكايه برضو مش مش راكبه انا مش قادر افهمها يعني ايه رب الحكايه ما فيهاش اي غلط المسيح تاريخيا موجود وجه والمسيح تاريخيا صلب والمسيح تاريخيا دفن والمسيح تاريخيا قام يعني حتى لو خارج كتاب مقدس ممكن نتحقق من هذه الامور من علم الاثار ومن المؤرخين ومن اخرين كثيرين بيثبتوا ورسل المسيح كتبوا هذا الانجيل بين ايدينا بعد قيامه المسيح وصعوده الى السماء يعني اذا القصه ما فيهاش حاجه غلط لكن حضرتك مش فاهم قول ونتفاهم مع بعض ونشرح ايه فكره اللاهوت والناسوت اتفضل اخير حجيب يعني تشبيه بشري يقرب طبعا أمور اللاهوت مش محتاجة تشبيهات لأنها صعب لكن حجيب حاجة تقرب يقال أن هارون الرشيد كان كثيرا ما ينزل إلى الشوارع بثياب عادية علشان يشوف أحوال الرعية هب أن في يوم من الأيام هارون الرشيد ده لبس لبس الشحات وماشي في الشوارع واحد اعتدى على الشحات ده هو في الحقيقة لم يعتدي على هذا الشحات، هو اعتدى حقيقة على هارون رشيد هارون الرشيد، ده مجرد تشبيه للتقريب احنا عندنا المسيح جاء في صورة انسان لكن لم يكن ابدا مجرد انسان. لما يقول قبل ان يكون ابراهيم انا كائن الذي ولد في بيت لحم خارجه منذ قديم منذ ايام الازل فهو لم يكن مجرد انسان عشان كده الذي مات ليس مجرد إنسان أقولها تاني الآية في كلوس واحد تسعة فيه سر كل الملء أن يحل وأن يصالح به الكل لنفسه الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه لذلك عندما مات المسيح افتدى الملايين اللي ما كانوش يقدروا يفضوا نفسهم حتى لو ظلوهم إلى أبد الآبدين في الجحيم مين اللي مات؟ النسوت ولا اللاهوت حسب سؤاله؟ طبعا النسوت لكن هذا النسوت لم يفارقه اللاهوت لحظة ولا طرفة عين يعني اللاهوت لا يموت ولو كان اللاهوت بيموت أمال التجسد أساسا ليه؟ يعني لو اللاهوت بيموت طب الله كان جه بقى في لاهوته وعمل الحكاية أو عملها في السماء لكن هو أخذ جسدا زي ما يقول في عبرانيين هيأت لي جسدا تمام. حتى أقدر عشان يمكن يموت أنفذ بيه بس هذا الجسد بما أن فيه اللاهوت آه. هو جسد غير عادي أيوة. يكفي ككفارة لكل ملايين غير البشر غير محدودة كفارة غير محدودة نظراً لاتحاد اللهود بالنسوت بيرجع مرة تانية لتكوين وبيقول بعض الآيات بطريقة وحشة خلينا نسمع ما يقول ونعلق أو نوضح ما معنى هذه الآيات في تكوين فضل يعني ايه ربنا ماشي بيتمشى في التراوة في الدم سفر التكوين الإصحاح الثالث الآية 8 وسمع صوت الرب الاله ماشيا في الجنه عند هبوب ريح النهار. اسمع بقى فاختبأ ادم وامراته من وجه الرب الاله، مستخبين ورا الشجره؟ في وسط شجر الجنه فنادى الرب الاله ادم وقال له اين انت؟ ربنا بيدور على ادم. ده ايه ده؟ ازاي اله يخفى عليه شيء في الارض او في السماء؟ احنا عندنا ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء يعني ايه لا إيه؟ إيه ماشي بيتمشى في التراوه وبيدور على ادم وادم مستخبي منه ورا الشجره ده كلام عجيب جدا يعني ايه الله استوى على العرش يعني لازم تجاوب يا مدام بتسالني لازم تتوقع مني اسئله تقول يعني ايه الله استوى على العرش هقعد اقول لك بقى الاستواء معلوم ويعني خليك معايا زي ما بتسال وبتوجه حاجات لازم كمان تبقى عارف ان عندك حاجات كتيره تسال فيها لكن كمان هنوضح هذا الكلام اذا الكتاب مقدس مكتوب بلغه حتى نفهمها كبشر وبيستخدم تعبيرات بشريه مفيش داعي ان احنا نتريق بالطريقه دي لكن هدي فرصه الاخ يوسف يشرح لك ايه معنى ما جاء في تكوين 3 8 9 ولو كان المخرج يساعدنا واثناء الشرح نشوف الايات دي على الشاشه يبقى كويس قوي اتفضل هو بيتساءل أو بيتهكم هل الله لا يعرف الإجابة في الكتاب المقدس واضحة مثلا في إرمية أصحاح 23 لو أرينا بدءا من الآية 24 إذا اختبأ إنسان في أماكن مستترة أفما أراه أنا يقول الرب أما أملأ أنا السماوات والأرض يقول الرب يبقى إذن قد يختبئ الإنسان من وجه الرب كما فعل آدم وكما يفعل إلى اليوم ملايين البشر بيستخبوا من الله لكن الله شايفهم ولا مش شايفهم يعني واحد قال إن الله يرى النملة السوداء على جبل فحم في ليلة ما فيهاش أمر الله يشوف أه طبعا شايف هذا الكلام نجده أيضا في مزمور 139 اللي كتبه داود النبي مزمور 139 الآية 7 بيقول كده فيها النبي داود أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك وإن فرشت في الهاوية فها أنت إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك فقلت إنما الظلمة تخشاني فالليل يضيء حولي الظلمة أيضا لا تظلم لديك والليل مثل النهار يضيء كالظلمة هكذا النور فقال الكتاب المقدس بعد الآيتين دول بس أنا ما قلتش بقية الآيات الكثيرة نفهم منه أن الله مش عارف أي حاجة في أي حاجة طيب بلاش في الأصحاح اللي بعده تكوين أربعة الله سأل قايين قال له فين أخوك هو ربنا مش عارف فين أخوك مش عارف أنه قتله بالظبط مش عارف طيب لما لما قايين رد رد غلط ربنا اثبت انه عارف كل حاجه، قال له صوت دم اخيك صارخ الي من الارض من امال بتساله ليه اين هو؟ علشان يعترف ويتوب زي ما تاب واعترف ادم لما قال له اكلت والمراه قالت اكلت والرب عنده نعمه تغفر لمن يعترف ويتوب عن عن ذنبه، عنده نعمه طبعا مش معنى ذلك انه هيتغاضى او بدون اساس سيغفر يعني دفع ثمن حتى دفع. من أدم عدم دفع ثمن يعني في ثمن ايه. مدفوع في جميع ده انا الحياة. عايز اقول كمان ان مش بس لما قايين قتل هابيل كان ربنا عارف ده قبل ما يقتله كان ربنا عارف م. قال له ان احسنت أفر رفع. رفع وان لم تحسن فعند الباب خطية رابضة إليك اشتياق خلي بالك اشرح لي دي لأن بعض الناس مش فاهمين يعني ببساطة في خطية قتل أخيك عند الباب انت بتفكر فيها انت بتفكر فيها خطط ليها مخطط ليها وانا شايف الخطيه قبل ما انت ترتكبها ده يدل على ان الله لكن لو انت لعين. صلحت التقديمه إن ان احسنت, احسنت تقديم الذبيحه بطريقه صحيحه حسب ما ابوك ادم وامك حواء علموك ان انا قدمت عنهم ذبيحه انت كمان قدم ذبيحه وصلح موقفك تمام. هتنقذ نفسك وانا هقبل الذبيحه هرفعك هرفع. هرفع وجهك م. لانه سقط وجهك قال له لا هرفعك لو انت عملت لان الله ما عندوش خياره فؤوس ما عندوش محابات يبقى عايز اقول ان الله لما سال ادم اين انت مش مش عارف وما فيش داعي للتهاكم زي ما حضرتك قلت بيتمشى على في ساعه طراوة العصاري طراوة الطراوه ده كلام مش حلو يعني مش 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 يعني لا اتكلم عن الله بهذا الاسلوب الفج مش كويس لكن الحل ايه ان الله يرى كل شيء يعلم كل شيء لكنه يقتاد ادم وامراته الى التوبه زي بالظبط انت لما بتنادي على ابنك عارف هو عمل ايه تعالى انت عملت ايه وانت عارف هو عمل ايه بس بتقول انت عملت ايه عشان تشعره بالذنب علشان يعترف يعترف ويتوب بالظبط خلينا اكمل كلامك الحلو برضو واستخدم نفس المظنون في الكلمات الاولى اللي داود بيأكد فيها حاجات عجيبه جدا بيقول له انت عرفت جلوسي وقيامي. وقيامي. فهمت فكري من بعيد من بعيد مسلكي ومربضي ظريتا. وكل طرقي عرفت لاكثر بقى كل مم. كلمه في لساني يعني ايه لسه ما لسه ما لسه يا رب انت عرفتها صحيح. من خلف ومن قدام حاصر يعني مش حاجه مستخبيه عليه يعني. الكتاب المقدس بيعلمنا ان الكتاب الله عارف كل شيء ويعلم كل شيء صحيح. لكن لما بيقول لادم اين انت او لما بيقول لقايين خستدرق. عايز يخليه يرجع ويعترف ويتوب انت عارف حضرتك ان الله لغايه النهارده بينادي الملايين بيقول له انت فين أوه. الله بينادي بدافع المحبه الابويه انت فين خلينا نشوف بكلام تاني من محاضرة المهندس فاضل ونسمع كلامه ونفهم الفكر الصحيح من الكتاب المقدس تفضل الحاجة التانية طبقا للكتاب المقدس مفيش حاجة بتقول انه الله ليطهر عن طريق حد يتبعت ويتصلب او يت أو, او او يموت في على البشريه لا الله بيعرف يطهر من غير ما حد يروح يجي ولا يتصلب هي سيده مريم اتطهرت ازاي ها في انجيل لوقا الاصحاح الاول الايه 35 فاجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوه العلي تظللك ها طب يبقى ايه بقى, إيه بقى؟ يبقى اذا المولود يجي منها يدعى ابن الله الله طب اطهرت من غير ما حد يجي من غير ما يتولد اصلا المولود اللي كان هيموت عشان البشريه واتطهرت الله يبقى ربنا بيعرف يطهر بقى من غير من غير فداء ومن غير ما حد يجي يموت عشانه طيب الرب غفر لاسرائيل مرتين من غير فداء ولا صلب سيدنا موسى مرتين بيتدخل وبيتوسط بي بيشفع لبني اسرائيل وربنا بيقبل في سفر التثنيه الاصحاح 10 عشرة, عشرة. أما أنا فقد مكثت في الجبل أربعين نهارا وأربعين ليلة كما حدث في المرة الأولى واستجاب لي الرب أيضا فلم يهلككم فربنا استجاب وعفى عنه والتانية في سفر الخروج إصحاح 32 آية 10 وآية 11 اتركني ليحمى غضبي ده ربنا بيقول لموسى اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم فأصيرك شعبا عظيما أجيب لك أنا بقى شعب أحسن من الشعب التعبان ده موسى بيقول لماذا يا ربي يحمى غضبك على شعبك والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت فندم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه يعني الرب ندم مش عارف يندم مع ان في سفر أشعية مكتوب ان الرب ليس ابن انسان فيندم مكتوب الرب ما يندمش انا مكتوب الرب يندم لكن انا هنا على موضوع اهم من ده الرب غفر لاسرائيل مرتين وطهر السيده مريم مره يبقى ايه حكايه ان لابد من ان حد يجي ويتصلب ويموت عشان البشريه عشان ربنا يغفر ما ربنا بيغفر هو من غير الكلام خالص انا كان ده عايز افهم من حقك تفهمه من حق كل المشاهدين يفهموا ان ما فيش غفران عند ربنا اطلاقا لاي خطيه كانت صغيره او كبيره مع الناس طبعا صغائر وكبائر موضوع ثاني لكن على الاقل ما فيش ولا خطيه تغفر الا بدفع ثمن الخطيه واجره الخطيه يموت ما فيش دفع ثمن الا بالموت وما فيش امكانيه لغفران اي خطيه الا بموت المسيح خلينا نفهم الفكره دي من يوسف عبرانين عبرانيين 9 22 ايه مم. مهمه جدا مم. بيقول فيها الرسول وكل شيء تقريبا بتطهر. يتطهر حسب الناموس بالدم وبدون سفك دم. وبدون سفك دم لا تحصل مغفره يا ريت لو بعد شوية نشوف الآية دي مقع على الشاشة ده شيء كويس حتى كل إخواتنا المسيحيين المسلمين يفهموا المبدأ الكتاب المقدس كله في نفس الفكرة دي في عبرانيين تسعة, تسعة وعشرين بيقول كده وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم وبدون سفك دم مغفرة هو أشار إلى فكرتين الفكرة الأولى شعب إسرائيل الله طهرهم وغفر لهم بدون ذبيحة والمطوابة مريم ايضا تطهرت بدون ذبيحه انا حابتدي ببني اسرائيل لا. في الحقيقه بني اسرائيل ديانه مبنيه من الفها الى يائها على الذبائح م. بدون ذبائح ما فيش يهوديه يعني في ذبائح يوميه وذبائح شهريه مع الهلال وذبائح سنويه وكل واحد لما يخطئ بيجيب عن نفسه ذبيحه ومن غير ما يخطئ ممكن يقدم محرقات او ذبيحه سلامه، يبقى إذن ديانه اساسها الذبائح وافتكر هذا واضح كل الوضوح في سفر الخروج، سفر اللوي <applause> اللي كله <applause> كل ذبايح، سفر العدد وكل العهد القديم. النبوات بيقول ايه في اشاعه 53 أربعة بيقول كده لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا وهو مجروح لأجل معاصينا لأجل معاصينا مسحوق لأجل أثامنا لأجل أثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا ده بيتكلم النبي بيقول الكلام ده عن المسيح اللي جه عنه كلام حضرتك في الحلقة اللي فاتت قلت يعني ليه ما قالش تكوين 3 15 اللي هو اضع عداوه بينك وبين المراه وبين نسلك ونسلها هو يسحق راسك، مين اللي تسحق؟ المسيح نسل المراه آآ آآ هو يسحق راسك وانت تسحقين عقبه، فالمسيح سحق لما كان على الصليب عشان كده يقول مسحوق لاجل اثامنا، يعني اتسحق مش لان هو يستحق يستحق أو إنه كان عاجز وغلبان مش قادر مش يدافع قادر عن نفسه أوه. لا لا هذا ولا ذاك لكن مسحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا, شفينا. كلنا كغنم ضللنا ملنا, ملنا كل واحد إلى طريقه والرب, والرب وضع عليه جميع. إثم جميعنا وبعد نقول أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أسمه وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين إذن الديانه اليهوديه مبنيه مبنيه على الذبائح ما فيش حاجه اي حاجه بتتم الا على اساس الذبيحه ففكره ان الله أصلاً. يقدر يغفر من غير ذبيحه لا اليهوديه دي ابعد عن اليهوديه لان دي مبنيه على كلها زبايا الذبائح دي كلها زبايا من اولها لاخرها طيب ربنا يندم ولا لا يندم؟ هو جاب واحده يقول لك يندم واحده لا يندم يقول لك فاهمونا هو بيندم ولا لا يندم طب نخش ين على المطوابه مريم بعد م. نروح آه يندم ولا يندم طيب. شوف بالنسبه للمطوابه العذراء مريم لما ترقت الاشاره الحلوه م. اللي من ملاك جبرائيل على طول فقالت مريم تعظم نفس الرب ده في واحد. واحد ستة واربعين م. تعظم نفس الرب تبتهج روحي بالله مخلصي إذا هنا نجد المطوبة مريم تفتخر وتبتهج بالإله الذي خلصه. خلص خلصها كانت محتاجة للخلاص كانت محتاجة للخلاص كأي إنسان على الأرض كأي إنسان على الأرض يعني الكلام ده صعب اعتقد لو قراه المهندس فاضل بتجرد وبحياديه وعاوز يفهم كان استنتج بسهوله ان المطوابه العذراء مريم كانت تحتاج الى مخلص طيب نوصل لاصحاح اثنين بصوا بيقول ايه في اصحاح اثنين عدد 22 ولما تمت ايام تطهيرها حسب شريعه موسى مم. ايام تطهيرها صعدوا به الى اورشليم لكي يقدموه للرب ولكي يقدموا الذبيحة كما قيل في ناموس الرب يبقى لكي تتم يتم تطهيرها كانت محتاجة لإيه؟ للذبيحة الذبيحة اللي هو الذبيحة كانت اللي هي زوج يمام أو فرخي حمام اللي هو أقل فؤر. حاجة الفقر وهي في الحقيقة كانت فقيرة مع والمسيح كان فقير مع أنه يمتلك السماء والأرض هو خالق الكل لكنه افتقر ارتضى, ارتضى. بالضبط من اجلكم افتقر وهو غني لكي يغنى تستغنوا يغنى انتم بتقليد يبقى إذن المسيح له كل المجد جاء لكي يخلص عن طريق الفديه والذبيحه والرب ما عندوش طريقتين للتطهير التطهير عايز دم المطوابة مريم كانت محتاجة إلى ذبيحة المسيح البني إسرائيل محتاجين لذبيحة المسيح أنا وإنت وكل المشاهدين محتاجين الى الدم لكي يكفر ويطهر من كل خطيئه. يعني هو ما قالش لكن انا هقول بالنسبه لاخواتنا المسلمين بيسالوا لا. على نوح بيقول لك كان بار او ايوب كان بار. م. هل في بر خارج المسيح؟ أه البر النسبي اه, آه. يعني لكن البر المطلق لا لا يعني, آه. يعني ايه بر نسبي؟ يعني ايه البر المطلق في نظر الله لكن البر انا بشوف ناس بقول لك يا ده الراجل ده محترم قوي ده راجل محترم ده راجل صالح حتى لو مسلم اه طبعا أوه. بشوف بقول بلاقي راجل خير بيعمل اقول يا ده راجل صالح مع ان الكتاب يقول ليس من يعمل صلاحا ليس ولا <applause> واحد ليس احد صالح الا, إلا الله. الله يبقى اذا المطلق لا مفيش انسان مطلق الصلاح ولا مطلق البر لكن بالنسبه لي وليك اه طبعا في واحد يعني تقدر تقول عليه أنه بار وتقدر تقول عليه أنه صالح إذا كان خير وبيعمل الخير للآخرين وبار إذا كان ما بيحاولش يعمل غلط أبدا ويمشي صح دايما يجي في المعاد ويتصرف صح هذا بار إذا كان خير يبقى هذا صالح بالنسبة لي وليك لكن بالنسبة لله ولا بار ولا صالح إلا الله إلا الله طيب نختمها بموضوع قبل ما نخرج لفاصل نتكلم عن الندم أيوة وإن في آية قال آه. فيها آه. إن هو ندم وهو بيقولها قال الشاهد غلط بس ما يهمش هي الآية في سفر العدد 23 19 آه. ليس الله إنسان فيكذب أو ابن إنسان فيندم يندم بيقول لك هو بيندم ولا ما بيندمش؟ آه. بصورة مطلقة طبعا لا يندم لأن الله يعرف من, ال... من الأزل كل ما سيعمله في كل لحظة من الزمان فهو عارف كل شيء معرفته تجعله بالمفهوم بتاعنا إنه يندم حاشا إنه يقول كلام ويرجع في كلامه حاشا لكن في على الاقل مرتين نقرا عن الندم. مره في تكوين سته لما تاسف الله انه عامل الانسان، مره ثانيه في سفر يونان. المرتين دول مختلفين شويه عن بعض فانا هشرح الايتين. هل الله يحزن عندما يشاهد الخطيه؟ نعم طبعا انا موافق انه انه يحزن طبعا لان الله بيحب الناس. ولما بيلاقيهم بيرتكبوا الخطيه بيؤذوا نفسهم ابديا وزمنيا عشان كده عليه. الله عليهم. بيحزن عليهم يعني لو شفت ابنك بيعمل اي حاجه غلط انت بتبقى حزين عليه رغم ان هذا الخلط لا فيك لكن بتحزن جدا ان هو بيضر نفسه للاسف الناس عايزه تعمل ربنا صنم حجر م. الله اذا اوجد فينا احنا المشاعر الا يكون عنده مشاعر يعني الانسان يخطئ حرميه جهنم وخلاص ايه المشكله مين مين قال كده إن الله دي مشاعره؟ مين قال إن دي مشاعر الله؟ الله يتألم الله يحزن ويتأسف ويتأسف لأنه عاوز الإنسان في صورة أفضل لا. لكن ترك له ترك له حرية الإرادة يعني برضه واحد يقول لك طب ما إذا كان عايزه طب ما يجبره لا, لا. ما فيش مفيش اجبار ما فيش اجبار وما ليه؟ فيش, ما فيش لانه اعطاه الحريه مش هيسحبها تاني مش هيغير رايه مش هيغير قراره الانسان حر حريه كامله ومستمر يتحمل مسؤوليه هذه الحريه سواء استخدمها صح أو غلط الله لا يلغي حريه الانسان ايا كان صحيح. هو حر الى الابد ابني ممكن يطعني وممكن يعصاني لكني اصر بابني اكثر من الروبوت في البيت مم. يعني انا ممكن اجيب روبوت ومش عايز اولاد لا مين قال كده ابني الذي يقدر ان يعصاني ويقدر ان يطيعني أدي بفرح عندما يطيعني وأدي بتاسف عندما يعصاني اما ان اجيب روبوت ادوس على الزرار ينفذ لي طلباتي وتعليماتي انا مش محتاج لدي المره الثانيه ان ربنا احيانا كثيره يتكلم بالقضاء على ناس لكن الانسان يتوب عن الاثم ويتوب عن الشر عندما يتوب الانسان عن اثمه وشره فان الله يندم على الشر الذي قال انه سيعمله بهذه الامه وليس العكس يعني اذا تكلم بالخير لحد فهو لا يرجع فيه الخير اللي نوى يعمله مع الإنسان لكن إذا تكلم بالقضاء زي ما قال مع نينوى بعد أربعين يوم تنقلب نينوى لأن نينوى بكل أسف كانت مدينة شريرة لما سمعت الرسالة دي ماذا فعملت تابت من الكبير إلى الصغير من الملك, الملك إلى أقل إنسان الكل تاب فماذا عمل الله تندم الرب عن الشر الذي قال أن يصنعه بنينوى لأن الله يصر بأن يغفر ليس مصرة أصر بموت الشرير الله لا يصر بموت الشرير لكن الله يصر بأن يرجع الشرير عن طريقه الرديء فيحي وهنا أيضا نتكلم كلاما نسبيا بمعنى أقول أنا ماشي في الاتجاه ده وفي الحقيقة كانت الرياح تعبانة بشدة لأنها كانت مضادة وشويتين أنا غيرت اتجاهي وأقول دلوقتي الريح بتساعدني ماشيه معايا ليس ان الريح غيرت اتجاهها انا اللي غيرت اتجاهي انا كنت ماشي ضد الريح وكانت الريح ضدي دلوقتي لما عملت للخلف ضر بقيت الريح معايا ليس الريح اللي اتغيرت انا اللي اتغيرت الله عاوز يبارك لكن انا رافض البركه نتيجه عشت في الخطيه وبعدين تبت انا اللي اتغيرت لذلك فان الرب لن يدني ولن يقضي علي لكنه سيصر بان يباركني ويرحمني يعني هو بينتظر ان الانسان يغير اتجاهه وبالتالي هو ما عندوش مانع ان هو أوه. يقبله من جديد ويتعامل معاه من جديد ودل... يعني ما بنقول ان هو ندم او لم يندم لازم نفهمها في القرينه في القرينه لازم ولازم نفهمها في المفهوم الصحيح للنص اللي موجوده فيه مزبوط. بدون ما نحملها كلام لا يليق بربنا ولا هو موجود اساسا في الكتاب المقدس ماذا كنا نفعل لو كان الله ما عندوش استعداد؟ حكم عليا بالموت وخلاص موت يبقى كلنا رحنا رحنا بوهنة. في ابو بلاش. مم. لكن الحمد لله عندما نرجع هو بيرجع وبسرور. احنا يعني عايزين نكمل مع المهندس فاضل بس نفسي استاذنك نخرج لفاصل سريع ونرجع نستكمل ما قاله في باقي هذه المحاضره عن مفهوم الخلاص. خلينا نخرج لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا ونداءنا لاخواتنا المسلمين. ondan Allah مرشدي أنت حصن لي يا إلهي أنت نسمات حياتي عزائي في ضيقي أتقدم إليك بأغلى ما أملك لأني مهما قدمت ليس لي ما يفيك دعم قناة الكارما عبر الإنترنت على www.alkarmatv.com ثم الضغط على إدعم قناة الكارما وقم باختيار بطاقة الائتمان كما يمكنك اختيار هذه التقدمة إن كانت شهرية أم مرة واحدة ثم ضع المبلغ واضغط Next ثم قم بملء بياناتك الشخصية واضغط Next تأكد من أن جميع البيانات التي تم إدخالها سليمة ثم اضغط نفسك. ثم قم بملء بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بك واضغط process donation. جميع التقديمات إلى قناة الكارما معتاة من الضرائب. شكرا لدعمك لقناة نستكمل هذا اللقاء ونقدم كل الاجابات لاي اسئله بيوجهها اخواتنا المسلمين مش بس الاخ فاضل سليمان فقط لكن اي شخص مسلم عنده سؤال عن الكتاب المقدس او ايماننا او مفهوم الخلاص احنا بنحب او بنرحب باقامه هذا الحوار سواء بطريقه مباشره او من خلال لقاء زي كده بناخذ ما يقوله اخواتنا او الشيوخ المسلمين ونحطه قدام البحث مش بغرض ان احنا نقول مين احسن او مين صح او مين غلط مش ده هدفنا لكن هدفنا هو اظهار نور انجيل المسيح هدفنا هو تقديم الحق اللي اعلنه لنا الله هدفنا هو ان احنا نعرف كل الناس ايه اللي عمله المسيح من اجلهم ارجوكم مش بناخدها بطريقه مبارزه او بطريقه مناظره او بطريقه ان مين افضل او مين احسن او مين هو الصح ومين غلط لكن احنا قصدنا ان احنا نقول يا جماعه ما يقول الشيوخ المسلمين احنا بنجيبه في هذا البرنامج على مائده البحث وبنناقش كل كلمه تقال لو في حاجه غلط عندنا احنا ما عندناش معنى ابدا ان احنا نصلحها او نغيرها لو في غلط عندكم انتوا احرار تقبلوا تغيروه او تصلحوه او تستمروا فيه لكن على الاقل بنقدم كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو طاهر كل ما هو مسر وبننتظر ان يكون التجاوب حقيقي بقلوب مفتوحه وعقول مفتوحه بمحبه كامله وباحترام كامل بنناقش كل ما يقال عن ايماننا المسيحي. خلينا نسمع لجزء ثاني من الاخ فاضل سليمان وبعدين نسمع تعليق من الاخ يوسف. اتفضل. انا كم ده عايز افهمه. الحاجه الثانيه هو ده عدل ان الواحد لما يغلط ولاده يدفعوا الثمن، ولاد ولاده يدفع الثمن، ولاد 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 ولاده يدفعوا الثمن، ايه الكلام ده؟ ازاي الخطيئه تبقى متوارثه؟ الكلام ده خطير جدا، احنا بصراحه في الاسلام لا نقبل هذا الكلام ابدا، ان الساعه اتيه اكاد اخفيها ها لتجزى كل نفس بما تسعى، هي لوحدها مش بما تسعى هي وابوها وامها وابو ابوها وابو ابوها لغايه ادم واكله من الشجره، ده كلام غير يا جماعه مش معقول، كل نفس بما كسبت رهينه هي واحده بس ولا تزر وازره وزر اخرى ده كلام خطير يا جماعه لازم تركزوا في الكلام ده دي علاقتكم بربنا مش معنى انا عايش في هيام وحاسس ان انا الحمد لله عندي روحانياتي عاليه ما الملحد اللي بيلعب يوجا روحانياته تبقى عاليه ده مش دليل على صحه المنهج ابدا ان انا حاسس ان روحانياتي عاليه وفي حاله سبرتواليتيز عاليه جدا ما الهندوس اللي بيعبدوا البقره عندهم ما فيش بعد كده ده مش دليل على صحة المنهج يا جماعة ربنا ادانا عقل عشان نفكر بيه ربنا عرفوه بالعقل يا جماعة لازم افكر وادرك وجود الله وادرك ان الله متصف بالكمال ما ينفعش اصف الله بالنقص ده كل دي صفات لله بالنقص يا ترى ايه صحة المنهج؟ او ايه الدليل على صحة المنهج؟ هل القتل اللي بيمارسه داعش وكل المسلمين في داعش بيثبت صحة المنهج؟ بتكلمني عن الدليل هل اللي بيرتكب في كل البلاد اللي فيها اسلام باسم الاسلام كل الشيوخ اللي بجيبهم بيقول لك لا ده مش ده مش اسلام انا مش عارف يعني ايه الدليل على صحه المنهج عايزين نكون واقعيين واحنا بنتكلم على صحه المنهج مين قال لك ان كل واحد بيورث الخطيه للاخر ويتحمل مسؤوليته يعني انت خلطت بين حاجتين من ساعة آدم ما أخطأ الخطية دخلت إلى العالم واجتاز الموت إلى الجميع إذا أخطأ الجميع ده موضوع لكن الموضوع الثاني هل أنا بتحمل مسؤولية خطأ والدي أو جدي مين قال الكلام ده كل واحد مسؤول عن خطيته ونسمع رد ونشوف دلوقتي في حسقيال أي حلوة لما يجي وقتها أنا رد على الشاشة تفضل أخي يعني أنا لاحظت أنه لما تكلم عن هذه النقطة لم يست... بأية بأي آية من الكتاب لأنه فعلا ما فيش آية بتقول أنا حتحاسب على اللي عمله أبويا وجدي وجد جدي ولما بسألها هو في السياق بكل كل أسف اللي يسمع كأنه بيظن إن 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 الكلام ده موجود في الكتاب المقدس يعني يديله الإيحاء أن هذا الفكر موجود في الكتاب المقدس هو لم يستشهد بأية آية وزي ما حضرتك تفضلت لا يوجد اي ايه بتقول هذا الكلام بالعكس عكسه موجود النفس التي تخطئ هي تموت وايضا فتحت اصفار ودين كل واحد بحسب ما هو مكتوب في الاصفار بحسب اعمالهم وليس بحسب اعمالهم واعمال اللي خلفوهم لا اعمالهم هم بس هنتحاسب كل واحد هيتحاسب على اعماله فالكلام ده واضح لكن هذا لا يمنع ان هناك شيء اسمه الخطيه الموروثه مش عارف المجال دلوقتي اتكلم لا عنها هو هيجي ولا لسه جاي. جاي هو جاي بعد شويه لكن على الاقل في موضوع ان, إن أنا, انا على, على خطيه ما عملتهاش؟ لا ما يعني ما. لو نشوف الآية في حسقيال 18 20 ايوه بتقول بكل صراحه النفس التي تخطئ هي تموت الابن لا يحمل من اسم الاب والاب لا يحمل من اسم الابن بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه واضحه يكون واضحه قوي أيوة. يعني كل واحد هيتحاسب على خطيته وعلى ذنبه وعلى الشر اللي بيعمله ما حدش هيحمل ذنب الاخر ولا يتحمل مسؤوليه الاخر يعني المهندس فاضل اثار قضيه لم ياتي باي دليل من الكتاب عليها وحضرتك دلوقتي جبت الايه التي تؤيد او تؤكد العكس خلينا نقدم آية تانية عشان ليها مفهوم آخر لكن هم بيستخدموها بطريقة خاطئة فأنا عايز حضرتك تقدم الفكر بتاعها في خروج 34 سبعة هنشوف إيه معناها بغض النظر عن الموجود في حسقيان حافظ الإحسان إلى ألوف غافر الإسم والمعصية والخطية ولكنه لن يبرئ إبراء مفتقد اسم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع دي آية وردت في خروج 34 سبعة وبعضهم بيربطها بفكرة أن الإنسان هيتحمل مسؤولية ذنب والديه إلى الجيل الثالث والرابع طبعا أنا عارف ليها مفهوم تاني أنا سيب حضرتك تشرح الآية دي يعني الآية دي كمان وردت في الوصايا العشر نعم هقراها كما وردت في خروج, خروج 20. 20. عشرين, نعم. لأن هناك هنشوف حتة مهمة قوي لما بيقول لأني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل. في الجيل الثالث والرابع من مبغضية وهن المفتاح نعم. يعني الأب كان قاتل وطلع الابن قاتل وطلع الجيل الثالث الحفيد. الحفيد قاتل يمكن ربنا يطول باله على الأب ويطول باله على الابن لكن يجي على الحفيد هيحاسبه على كل اللي فات لأن طالما انت مصر على الخطيه وانا اديتك انذار في ابيك وطولت بالي زي ما دانيال قال لبيلشستر الملك قال له انت ابوك حصل معاه وحصل ومع انك عرفت كل هذا يا بيلشستر لم تتضع وعشان كده جت المصيبه السوداء على هذا الملك الاخير بيلشستر يبقى اذا المفتاح هنا مش ان انا اعمل خير ام ربنا يحملني ذنب ابويا وامي بالعكس نكمل الايه يقول كده واصنع احسانا الى مش للجيل الثالث والرابع الى الوف من محبيه وحافظي وصاياي يبقى اذا الله بيفتقد ذنب الاباء في الابناء طالما ان الابناء استمروا على درب الاباء ولم يتوبوا رغم ان ربنا يمكن سامح الاول والثاني لكن الخطيه ليها عقاب وده بيحصل مثلا مثلا يعني ربنا طول باله أديه على اسرائيل وهم بيعبدوا الاصنام لغايه لما جه نبوخذ نصر في النهايه ودمر اورشليم مش بس كان بيعاقبهم على خطيتهم لكن على خطيه السالفين اللي هم ورثوها من قديم الزمان فاصنع مفتقد ذنوب الاباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضيه طالما استمريت على النهج ذاته على الدرب ذاته درب التحدي لله والتعدي على وصاياه هتحتمل هذا الذنب ولما بيجي نبوخذ نصر ودمر اورشليم يعني كانت يمكن العقوبه كبيره او طب ليه ما جاش في الجيل السابق ربنا طول باله على السابقين علشان يتعظ اللاحقين اذا لم يتعظوا هتيجي المصيبه عليهم كمان في حاجه مهمه نعم. عندنا في قانون مدني وفي قانون ادبي ايوه القانون المدني ان انا لو انا اشتغلت وعملت فلوس وامكانيات ومعايا فلوس وبعدين مت مين هياخد الفلوس على دي؟ هياخدوها الولاد. أيوه. يعني ده القانون المدني اللي لحد النهارده موجود لكن احنا بنتكلم النهارده على القانون الادبي الروحي. أيوه. النفس لا تخطئ هي تموت ده قانون ادبي روحي لكن اللي يحمل الاباء الابناء والجيل الثالث والرابع ده بيتكلم فيه على القانون المدني اللي انا بورث فيه اولادي او احفادي الامور الماديه اللي انا بتركها ليهم فلما نفرض مثلا انا تركت ليهم دين هيتحملوا الابناء وفي ابناء الابناء لكن الموضوع الروحي ان انا غلطت انا اتحمل مسؤوليتي ابني غلط يتحمل مسؤوليته ابويا غلط يتحمل مسؤوليته وده اللي بتقوله حصقيال. انا ما دارش اربط خروج 20 او خروج أربعة 34 مع حصقيال. ده قانون مدني وده قانون ادبي روحي. خلينا نروح لجزء ثاني من كلام الاخ المهندس فاضل سليمان ونسمع ماذا يقول. اتفضل. كلمه دي والله مش قادر افهمها عادي فهمها بعد ما ادم كلم من الشجره ربنا بقى ايه قال ايه؟ وقال الرب الاله هو ذا الانسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر والان لعله يمد يده إلى شجرة الحياة أيضا فيأكل منها ويحيا إلى الأبد فأخرجه الرب الإله من الجنة ليعمل الأرض التي أخذ منها ممكن أسأل سؤال وربنا ربنا بيتكلم مين هنا يعني إيه ربنا بيقول وقال الرأي هنا في الـ الـ الإنجيل بيقول وقال الرب الإله هو ده الإنسان قد صار كواحد منا عارف أن الخير والشر من إحنا مين بيتكلم مين وإيه اللهجة دي وإيه خايف كده ليه بيتكلم الملائكة يعني عشان الملائكة برضه ما بتموتش مثلاً فهو ربنا بيقول لهم ده كده بقى واحد زي واحد من بالظبط بيظهر الملائكه كلوا برضه من الشجره طب عارفين خير من الشر وبقى ربنا بيقول للملائكه انا خايف ياكل من شجره الحياه ويبقى زينا احنا كمان برضو ما بيموتش ايه ده الكلام ده هل دي لهجه ربنا يتكلم بيها قد سرك واحد منا احسن بعدين ياكل من شجره الحياه ايضا ايه الخوف ده يعني انا انا بصراحه مش قادر افهم بعض الايات وسالت فيها كتير يا جماعه ما فيش حد بيجاوبني الاجابه بقى اللي هنا ايه الإجابة إن إحنا هنقول لك الحقيقة إن أنت لمست الموضوع اللي أنتوا بتهربوا منه. أو الله من القديم في التوراة وفي بداية الخليقة وفي حديثه الأولاني بيعلن عن نفسه. وحدانيته وحدانية جامعة. مفيش وحدانية مجردة ومطلقة وأنا بناشد إخواتي المسلمين يفهموا هل فعلا المسلمين بيؤمنوا بالله حقيقة؟ أي إله هو؟ مين هو الله الذي يؤمن به أخويا المسلم؟ الأخ فاضل سليمان فتح الموضوع مش أنا يقول إزاي الله يستخدم هذه الصورة أو هذه اللغة أو هذه الكلمة ويقول كواحد من هو بيكلم مين؟ هنسمع دلوقتي هو بيكلم مين بالتفصيل طبعا أيوة هو بيكلم مين صح وانا بسأل سؤال في الأزل قبل خلق الملك هو أنا افترض انه يكلم الملائكه بس الملائكه دي مخلوقات الله خلقها نعم طب قبل الملائكه خلق الملائكه كان بيكلم مين؟, مين نعم هنا سؤال حلو سؤال بصراحة أنا مبسوط منه يعني آه. ما أضحكش عليك. بيكلم يعني أنا فرحان إن هو فتح السؤال ده يقول. وهو بنفسه اللي قال آه. إن الكلام ده موجود في سفر التكوين من البداية الله 3 3/22 الله بيعلن عن نفسه. أيوه ولازم يكون في إجابة واضحة هو بيكلم, بيكلم مين؟ حاجه من اثنين. في الازل انا بتكلم مش هنا، حصل الله بيتكلم انا بتكلم قبل خلق الملائكه، كان بيكلم مين؟ يا اما تقول لي ما كانش بيكلم حد. ما هو ما فيش حد، ما هو الوحيد. يبقى اذا الله تغير. لما ابتدى يتكلم. لما ابتدى يتكلم يبقى الله تغير. ونحن نؤمن ان الله لا يتغير. الله لا يتغير. لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران. تمام. أو أنه يحتاج إلى خليقته لممارسة صفاته العاطلة أزلا ومحتاج إلى ناس أو ملايكة لأنه, لأنه بيكلم مين؟ هو بيكلم هو ده السؤال اللي وقف قدامه كل فلاسفة المسلمين بالزبط. وأنا أرجو أن هم يرجعوا بالزبط. لكل الكتب وكل الأفكار الإسلامية اللي كتبوها فلاسفة المسلمين تعرف يعني بعضهم قال إيه؟ الخوض في ذات الله إشراك والجهل بذاته إدراك يا ساتر اه يعني أنت لما تجهل ربنا كده تمام الله ينور عليك ليه بقى وصلوا إلى ما قاله بولس للأثينويين لما قال لهم أنتم بتتعبدوا لإله مجهول مجهول لا إحنا لا نتعبد لإله مجهول كان بيكلم مين أقول لك كان بيكلم مين لا بس خليني أقول بصراحة يعني وانا حضر. معلش بقى ناشد اخواتي المسلمين حضر. هل انتم تتعبدوا لإله معروف ليكم على الاقل طيب يا اخ مهندس فاضل ولكل الافاضل الشيوخ انا سالت السؤال ده عشرات المرات مين هو الله في الاسلام ما تقوليش الله واحد احد انا عارف ان هو الله واحد احد لكن هو مين اشرحوا لي لي انا اقدر اقول لك الله الواحد اللي ظهر لنا في المسيح والمسيح أظهر لنا من هو الله طب أنت مين هو الله بالنسبة لك يا ريت يكون عندك إجابة لو كانش عندك إجابة تعال الإنجيل واعرف الله معرفة حقيقية دي دعوة صريحة هو بيكلم مين أرجو أن هذا السؤال يرن في ذهننا وفكرنا ونتوقف عنده الله كان بيكلم مين في الأزل الله بيكلم مين في سفر التكوين كان بيكلم مين بالضبط خلينا نسمع. طبعا يكلم الملائكة مستحيل. طبعا. لأن الملائكة دول عبيد. يعني أي تعبير؟ من يعني مش معقول هيخلي الملائكة زيه, زيه يعني هيساووا بيه يعني مستحيل. مستحيل يبقى إذا فكر مرفوض والحل الوحيد له هو في وحدانية الجوهر وتعدد الأقانيم. الله واحد. جامع. في ثالوث. جامع. عشان كده يمكن يقول هو الإنسان قد صار كواحد منا يعني إذا الأقانيم الثلاثة في مناقشة في سفر أيوب يقول لك هل تنصت في مجلس الله الله بيتكلم من الأزل بيحب من الأزل يحب من محب ومحبوب سامع ومتكلم الله يمارس كل الصفات أزلاً وإلى الأبد دون أن يحدث فيه تغيير ودون أن يحتاج إلى خليقته ليمارس معها الصفات. يعني نقدر نحصل على إجابة أيوة. بكل صراحة في لما نفهم جوهر الله. بالزبط. الأب والابن والروح القدس أيوة. كان في حديث وكان في حوار مع أنفسهم وده واضح بيقول في هذا السؤال كواحد من بالزبط. الأب والابن والروح القدس واضحين في سفر التكوين في العهد القديم في كتاب التوراه عند اليهود اللي هم مش مؤمنين بالمسيح لحد النهارده لكن الكتاب بتاعهم بيسجل مش بس المره دي انا نفسي بواحده او اثنين او ثلاثه من الاعلانات اللي اعلنت في العهد القديم اللي فيها نفس التعبير كواحد منا. يعني على سبيل المثال اتذكر حاليا الايه اللي جت في الشعية 48 16 لما الابن يتكلم الذي هو الخالق ناشر السماوات وباسط اطراف الارض يقول منذ وجوده انا هناك والان السيد الرب ارسلني وروحه هنا نجد برضه اقانيم ثلاثه والمتكلم هنا هو المسيح الابن واضح طبعا مزمور اثنين بيتكلم بطريقه طيب واضحه آه. عن الاب والابن والروح القدس يعني عايز اقول ان كتب اليهود اللي هم مش مؤمنين بالمسيح ايوه واللي هم معترضين علينا على لحد النهارده ايوه مش قادرين يفهموا لكن موجود عندهم موجود عندهم احنا مش بنجيب حاجه من عندنا دي قوه للحقيقه نعم يعني لو احنا مفبركينها ما تبقاش موجوده في العهد القديم بقى نعم. تبقى في العهد الجديد احنا اللي الفناها موجودة لحد النهارده موجود. في كتبهم يعني, يعني لحد النهارده لو رجعنا لكتب اليهود موجوده مسجلة عندهم بنفس النص وهما ما يفهموهاش لكن احنا لان جالنا الاعلان الاعلان مم. اللي نور علينا نعم اه أضيف حاجة كمان المهندس فاضل استخدم أسلوب التهكم مرة ثانية فقال هو ربنا خايف كده ليه؟ في الحقيقة ربنا حاشى له أن يكون خايف لكن من شفقة الرب على الإنسان لم يسمح له أن يأكل من شجرة الحياة ليه؟ مش خايف لا ليه يعني مثلا الله عايز الإنسان يحيا لكن بعد ما أخطأ قفل عليه طريق شجرة, شجرة الحياة. الحياة ليه؟ لان اولا لو اكل من شجره الحياه وهو خاطئ وهو خاطئ كان زي النهارده دلوقتي انت عارف لما واحد بيكبر شويه ويوصل 100 سنه ويبتدي بقى الامراض كلها تدب في جسمه الواحد بيتمنى له مع انه بيبقى غالي عليا جدا لكن بنتمنى له يقول يا ريت يرتاح رب عشان عشان اه تخيل بقى ان لو كان اكل من شجره الحياه كان يبقى عايش الاف السنين شر كل الجسم متهدم وعايش مم. لانه اكل من شجره الحياه وفيها مشكله تانية لاستحاله لا فكره ومشروع الله الازلي في موت المسيح لانه هيجي الموت منين ما فيش موت بقى ما اكل من شجره الحياه, الحياة. يبقى ميت عايش او زي ما بيقول عايش ف... ميت. أو... اه ايوه عايش بس عيشه بطعم موت هي عيشة بس مش عيشة فعشان كده ربنا من شفقة الرب على آدم لحسن بهذا الجسد المتهدم الخرب اللي دخلته الخطية وبالتالي دخلوا الأمراض والمصائب السوداء يعيش إلى ما إلى, إلى أبد الآبدين دي تبقى مأساة تخيل إن أنا في جسدي ده اللي ابتديت أحس بالتعب من دلوقتي لما أعيش بيه بقى ملايين السنين هيبقى هيبقى واضح حياه مؤلمه للغايه حياه بؤس وشقاء وتعاسه والفداء لن يتم لان مفيش موت يبقى اذا الانسان هو اللي ضاع فمن شفقه الرب على الانسان وليس الله خايف حاشا ان الله يخاف وهذا اسلوب لا يليق ان نستخدمه مع الله واحنا الاجابه للمهندس فاضل سليمان لعله توصله ونسمع تعليق منه او حوار جديد معاه او لقاء شخصي مباشر سواء من خلال السكايب او من خلال وجوده معانا في هذا البرنامج اهلا وسهلا لو عنده الامكانيه لكده خلينا نشوف مقطع جديد نستكمل فيه قربنا نخلص كل المحاضره بتاعه المهندس فاضل فاضل فيها كام دقيقه خلينا نشوف الجزء الباقي ونرجع نعلق عليه شويه اسئله آه، فين في الكتاب المقدس السيد المسيح اتكلم عن الخطيئة الأصلية؟ يا حد يطلع لي كده في الاربع اناجيل السيد المسيح بيتكلم عن الخطيئة الاصليه وان هو جاي عشان يفدي العالم عشان الخطيئة الاصليه اللي ارتكبها ادم لا بلاش قولولي قال كلمه ادم فين ده المسيح ما ذكرش ادم بالاسم ابدا وتقولي ان هو جاي عشان يفدي العالم على الصليب من خطيئه ادم ودي اسمها الخطيئه الاصليه ده لا قال خطيئه اصليه ولا قال سيره ادم اصل ده اسم ادم مش موجود في الاربع اناجيل الا مره واحده في النسب بتاع السيد المسيح اللي هو ابن فلان ابن فلان ابن... لغايه ما يوصل لسيدنا ادم لكن هو جاب سيره ادم خالص ده كلام عجيب جدا يا جماعه في ثلاث مفاهيم اساسيه بتشكل العقيده المسيحيه لا وجود لها في الكتاب المقدس نمره واحد الخطيئه الاصليه يعني الحكايه كلها ان ادم كان من الشجره زي ما حكيناها كده وخرج واتطرد بره واتعمل فيه اللي اتعمل واتبهدل والكلام ده كله غير اللي اتقال خالص وما عن الشيطان والكلام ده كله لكن هل بعد كده ربنا قال ان الخطيئه دي ورثها اولاد ادم كلهم وان لازم حد يجي يموت عشان الكلام ده ما اتقالش فموضوع الخطيئه الاصليه مش موجود في الكتاب المقدس موجود. يعني هناخد المفاهيم بتاعته ونشوف هل موجوده ولا لا وبرضه هنبص مره ثانيه على تكوين 3 15 لو المخرج يساعدنا ونشوفها ونشوف من البدايه الله اتكلم عن المسيح جاي عشان يغفر الخطية ومن البداية من سفر التكوين الآية اللي هو شالها من المحاضرة بتاعته وأنا ما زلت بقول له قدم أي اعتذار إن أنت نسيت الآية وما بالك منها أو إنك أنت تعمدت ودي عدم أمانة في البحث وفي العرض يا ريت يقول لنا لكن على الأقل من البداية الله اتكلم وقال إن المسيح هيجي عشان غفران الخطايا. اتفضل أخي هو بيقول فين في الكتاب المقدس المسيح جاء لكي يفدي العالم من خطية آدم ومين قال إن هذا هو التعليم الذي ننادي به هو آدم بس اللي أخطأ وإحنا الحمد لله ما حدش فينا أخطأ كلنا إحنا كلنا كل يوم بنعمل خطايا والمسيح لما جه يفدي شال خطية آدم وما شالش خطايانا شال خطايانا كلنا الرب وضع عليه إثمة جميعنا جميعنا, جميعنا فكرة الخطية بتاعت آدم اللي موجودة عنده يبدو أنها خاطئة هحاول أصلحها الكتاب المقدس يعلم أننا ولدنا بالخطية بالخطية هل هذا التعليم وارد في الكتاب المقدس أم لا يعني مش لما كبرت عملت خطايا فبقيت خاطي لكن أنا مولود خاطي لذلك عملت خطي أو بمعنى آخر هناك جذور وهناك ثمار قبل ما تطلع الثمار كان هناك جذور خليني أمر على شوية آيات في سفر المزامير في إشعية 48 في إرمية 17 في شوية آيات في روميا وفي مرق السبعة شوية آيات يعني مثلا مزمور 51 بيقول إيه داود في مزمور 51 الآية 5 ها أنا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي يعني انا مولود بالخطيه او خليني اقولها بطريقه تانية العجينه بتاعتي في المكون الاساسي كان من ضمن اجزائها الخطيه <applause> تعال ناخد ايه تاني في في ثمانية 58 بيقول كده في مزمور 58, بيقول في مزمور 58. آه زاغ الاشرار من الرحم <applause> ضلوا من البطن <applause> متكلمين كذبا مش لما كبروا ابتدوا يبقوا من ما يتولدوا من الرحم زاغ الاشرار من الرحم ضلوا من البطن متكلمين ومش بس الاشرار داود بيقول عن نفسه وانا كمان كل الناس كل الناس لما نوصل مثلا لاشعياء اصحاح 48 ايه مهمه قوي بتقول كده علمت فاني علمت انك تغدر غدرا اشعياء 48 8 ومن البطن سميت عاصيا عصي. من البطن سميت عاصيا. طب تعال نبص على ارميه 17 تسعة ايه مهمه ثاني قالها النبي ارميه قال كده القلب اخدع من, من كل, كل شيء, شيء وهو نجيس. نجيس. لاحظ انه لم يقل قلب الاشرار لكن القلب. القلب يعني كل قلب في الدنيا القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس بعدين يسال من يعرفه والاجابه انا الرب يعني انا أعرفش قلبي وقلبي ممكن يخدعني لكن الله عارف القلب وبيشرح لنا ما هو القلب كمان معلش اخد كمان ايه في رساله روميا اصحاح اخد مرقس اصحاح سبعه في إنجيل مرقس أصح سبعة بنشوف آه كلام برضو المسيح قاله عن القلب في عدد واحد وعشرين لأنه من الداخل من داخل القلب من قلوب الناس الناس م. كل الناس تخرج أفكار شريرة زنا فسق قتل سرقة طمع خبث مكر عهارة عين شريرة تجديف كبرياء جهل هذه الخطية التي ورثناها طبيعة الخطية مش الأفعال انا خدت طبيعه الخطيه وبعدين انا اللي بعمل افعال يعني معنى صح بسيط ان جوايا فسد فسد بالزبط. فكل اللي بيطلع مني فساد فسد, فسد. بالظبط يعني عايز اقول ما اصبحش في امكانيه ان الواحد يعرف يطلع حاجه كويسه الا لما تيجي نعمه ربنا وتغير الطبيعه اللي جوايا يعني حتى اصبح الموضوع مش بس ان المسيح جه عشان يغفر خطايا أيوه. لكن جه عشان يغير طبيعتي الفاسده بالظبط بالظبط يا اولاد الافاعي كيف تقدرون ان تتكلموا بالصالحات وانتم اشرار فانه من فضله القلب يتكلم, يتكلم الفم الانسان الصالح من الكنز الصالح يخرج في القلب السم. يخرج الصالحات والانسان الشرير من الكنز الشرير في القلب يخرج, يخرج الشرور, الشرور. يوحنا اول اصح واحد بيقول ان قلنا انه ليس لنا خطيه نضل انفسنا نضل انفسنا وليس الحق فينا وليس الحق فينا يعني نضل انفسنا يعني مش بنضل الناس ده انا بضل نفسي ليه بضل نفسي لان انا من جوايا عارف ان انا في خطيه بس احيانا في كبرياء اقول لا انا ما فيهاش خطيه اذا قلت ان ما فيكش خطيه ان انا ما فيهاش خطيه احنا بنضل نفسينا وليس الحق في هذه الخطيه اللي ربنا جه خلصنا منها وطبعا ايضا من الخطايا التي نرتكبها يوميا بلا حساب بلا رقيب ربنا عاوز يخلصنا من هذا من النبع الفاسد ومن الثمر الرديء الذي يحدث في عباره اخواتنا المسلمين بيستخدموها دايما مم. حياتك عارفة كويس وكتابت عنها بعض الكتب ايوه يقول لك فين ربنا قال مم. هو انا بيستخدم نفس الاسلوب يقول لك فين ربنا قال إنه جاي عشان ادم مم. فين ربنا قال إنه جاي عشان الخطيه الاصليه مم. انا عايز اقول ده مش منهجنا مم. ده مش كتابنا ده اسلوبك انت انت حر فيه من حقك ان انت تلتزم بيه لكن ما تجبرنيش او ما تلزموش عليا انا بفهم الايات الموجودة المعلنه لان اللي كتب الكتاب روح القدس بيساعدني ان انا افهم هذه الامور الحاجه الثانيه وحده الكتاب من اوله لاخره صحيح فانا بفهم ان ادم اخطا وان الناس كلهم اخطاوا وقايين اخطا وابراهيم اخطا وأنه اخطا والناس كلهم اخطاوا فبفهم ان في حاجه أصبحت جوه الإنسان مشترك كله مشتركة بين البشر كلها، م. إحنا بنطلق عليها تعبير الخطية الأصلية أو الخطية الأولى. ما تجبرنيش أو طبيعة الخطية ما تجبرنيش تقول لي هي فين دي؟ م. يا عم في الكتاب كله، في كتاب الكتاب كله من سفر التكوين لحد سفر الرؤية بيتكلم عن إن الخطية الأولى سببت فساد الجنس البشري كله. م. يبقى أنت ما تفرضش منهجك أو أسلوبك في التفكير أو تقول لي فين فين قال المسيح أنا الله فاعبدوني فين قال المسيح أنا جاي من أجل آدم فين قال المسيح الخطير كل الكتاب بيتكلم هو المسيح؟ ما جاش عشان ادم بس جه عشان اه جاي عشاننا كلنا وعشان خطينا خطيانا كلنا, كلنا آه. مش خطيه ادم مش بس يعني. لكن الفكره انا بدور على اسلوب في التفكير والاستخدام المختلف انت ليك منهجك ماشي ماشي على نفسك لكن ما تفرضش عليا المنهج بتاعك انا شايف الكتاب بيتكلم من اوله لاخره عن هذا الموضوع وعندي ايات هذا عددها بتتكلم ان كل البشر اخطاوا وان هذا نتيجه دخول خطيه ادم في الانسان الاول وانتقلت الى كل البشر وكل البشر بيتولدوا خطاه طبعا انت عارف الخطير جدا في التعليم الاسلامي إنه يقول لك لا الولد بيتولد بدون خطيه بريء وبعدين بعد كده طب هات لي ولد بدون خطيه هات لي ولد يا فندم ايوه لا هات لي ولد وحطه في بيت زجاجي بعيدا عن المجتمع وديه القمر اول ما يتولد بعد شويه يطلع بين ايه بينتج خطايا ده جابها آه منين طبعا. لان هي طبيعته مولود كده لو جبت لي واحد بس بدون خطيه انا هسيب الكتاب المقدس انا بقوله بتحدي لكل المسلمين هات لي واحد من شرق البلاد وعرضها اي انسان في اي تاريخ لم يفعل خطيه ايا كان وانا اترك كتاب مقدس بكل صراحه، إن كتاب مقدس بيعلمني ان كل البشر خطاه وان الخطيه دخلت من ادم وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطا الجميع. ده مبدا كتابي واضح جدا. هو بيتكلم بيقول لك في الاناجيل هل عايز المسيح يتكلم عن كل حاجه في الاناجيل؟ اما احنا نسيب الكتب ونمسك انجيل واحد وخلاص ونرمي بقيه ال 65 كتاب اللي عندنا. لكن الكتاب وحده متكامله ما داعي للتكرار. ما داعي ان كل شويه يجي المسيح يتكلم عن ادم وعن ابراهيم وعن موسى وعن داود مش هينفع. ليه؟ لان هو مش عارف ان حتى الانجيل سجل 100 يوم فقط من حياه المسيح اللي هو خدم فيها ثلاث سنين. لو قدرنا نكتب زي ما قال الانجيل يوحنا كل ما قالوا المسيح وعلموا المسيح وعملوا المسيح لا العالم لا لهذه الكتب. يبقى اذا هو بيقدم الحاجه المهمه اللي هي بتحمل الفكر الكامل في كل الكتاب. ما يجيش يقول لي الموضوع ده مش موجود في انجيل لا 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 ده تفكير يعني غير سليم وسؤال غير واقعي وده منهج غير المنهج بتاعنا خلينا ناخد جزء تاني من كلام الاخ فاضل سليمان عشان نختم بيه حلقتنا اتفضل فموضوع الخطيئه الاصليه مش موجود في الكتاب المقدس موضوع الوهيه المسيح مش موجوده في الكتاب المقدس الا عن طريق ايات واللي عايز يركز ده اكتر يروح لفيلم خدعه التبشير اللي انا يعني بيتكلم عن لاهوت المسيح مره ثانيه بيقول ان هو مش موجود في كتاب مقدس برغم ان معانا السنه اللي واتكلمت في الموضوع بطريقه واضحه جدا وقدمت ادله وقدمنا عده لقاءات ممكن يشوفوها على البرنامج ادله الوهيه يسوع المسيح في اكثر من 32 دليل من المسيح شخصيا الهم بالنص تثبت مين هو يسوع المسيح خلينا نديله فكرة مختصرة عشان هذا اللقاء لو محد شاف الباقي يشوف هذا اللقاء ماذا تقول باختصار لأن ده موضوع كبير قوي أقول آيتين فقط واحدة من إنجيل متى واحدة من إنجيل يوحنا لكن زي ما حضرتك قلت أكثر من 30 آية يمكن حوالي 35 آية بتتكلم صراحة عن أن المسيح هو الله مثلا في إنجيل متى في معظة الجبل المسيح يقول كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يوم الدينونة يا رب يا رب فاعترفوا ان المسيح هو الرب وهو اللي بيقول الكلام ده هو اللي بيقول يعني هم بيقول, بيقول... بيقول ان بيقولوا لي يا رب يا رب بالظبط حينئذ اصرح واقول لهم يعني كان كلامه هو الفيصل يعني بمعنى هو الديان ونحن نعرف ان الديان هو الله وهم بيقولوا له يا رب يا رب دي ايه واحده تانية في انجيل يوحنا قبل ان يكون ابراهيم انا كائن وكلمة أنا كائن أنا واجب الوجود أنا مش أنا كنت قبل إبراهيم لو قال أنا كنت تبقى حاجة عجيبة قوي إزاي أنت كنت وهم استعجبوا قالوا له أنت ما عندكش خمسين سنة إزاي كنت قبل إبراهيم بس الرب ما قالهمش أنا كنت قبل إبراهيم أنا كائن أنا واجب الوجود. الذي كان الكائن والذي كان نفس الكلمة اللي جت في خروج ثلاثة أربعتاشر أهي الذي أهي لو سألوني موسى. بالضبط الله قالها لموسى لو سالوني هو ربنا اسمه ايه قل له قل لهم له اهيه اهيه آه اللي هي ايجو ايمي اللي يعني هي قالها المسيح في يوحنا 8 58 اشكرك خلينا نشوف ايتين على الشاشه نكمل الكلام الحلو اللي قاله الاخ يوسف المسيح قال لهم في متى 18 20 لانه حيثما اجتمع اثنان او ثلاثه باسمي فهناك اكون في وسطهم الله هو الموجود في كل مكان والمسيح بيعلن صراحة في هذه الايه ان هو موجود في كل مكان، اي اثنين او ثلاثه يجتمعوا باسم المسيح في اي بيت او في اي كنيسه هو موجود في وسطهم. قدامنا حاجه من اثنين يا اما بيكذب علينا يا اما هو الله الذي ظهر في الجسد، حيثما اجتمع في اي مكان في العالم وفي اي توقيت اجتمع اثنان او ثلاثه باسمي هناك اكون في وسطهم. دي آية بتوضح مين هو المسيح وألوهية المسيح آية تانية برضه في إنجيل متى عشان نختم إنجيل متى في متى 28 وعدد 20 إذا أبوا تلمزوا جميع لو كمان ممكن نكتب عدد 20 جميع الأمم معمدون باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل, كل الأيام وإلى انقضاء الدهر مين اللي يقدر يكون موجود كل الأيام غير الله وحده؟ كلنا لنا زمن معين، لنا توقيت معين. لكن كل الأيام مفيش حد يقدر يكون موجود كل الأيام غير الأزلي الأبدي اللي هو موجود دائما. واجب الوجود هو موجود. فإذا المسيح قال عن نفسه إن هو موجود كل الأيام يبقى إحنا لازم نقبل لاهوت المسيح. بطريقه واضحه وزي ما قال الاخ يوسف في 35 ايه بس عشان وقت البرنامج قربنا نخلص وعايز اختم الكلام بتاعه ومش عايز اسيب ولا كلمه احسن يقول ليه ما ردوش على دي انا عايز اخلص كل اللي قاله المهندس فاضل سليمان تفضل. ممكن نشوف جزء اللي بعديه ولوهية السيد المسيح والثالوث المقدس التلاتة مش موجودين في الكتاب المقدس شيل التلات مفاهيم دول من المسيحية هيطلع لك الاسلام هو ده الاسلام مش معقول مش معقول ان كل حاجه هو ده الاسلام الاسلام ما فيهوش الخطيه الاصليه وما فيهوش الهيه المسيح وما فيهوش الثالوث الاقدس ايه علاقه ده بالاسلام وفي صليب ولا في صليب كفارة. ولا كفاره ولا غفران خطايا يعني عايز اقول في حاجات كتيره ما يقدرش لانه هيبني حاجه تانية بعديها وانا زعلت جدا معلش هرد عليه بطريقته لكن على الاقل في النقط دي يعني في فرق كبير قوي بين الفكر المسيحي والفكر الاسلامي مش بس دول اه بالظبط وبعدين دول دولت موجودين بالكامل من اول سفر التكوين لسفر الخروج بالزبط. في كل حاجه عن الخطيه الاصليه وفي كل حاجه عن خطايا البشر وفي كل حاجه عن الغفران عن وعن من اول آه. ايه ما هو من اللي, اللي سال آية. لسة قال قال ليه كان بيكلم بيقول مين منا بيكلم مين بيكلم هو اللي مين؟ جاب الموضوع آه. نفسه اذا موجود المسيح ولاهوته وحقيقه لاهوته والاب والابن والروح القدس الوحدانيه الجامعه اللي احنا بنطلق عليها لقب الثالوث لكن احنا بنوضح ان هذه المفاهيم موجوده في كل الكتاب خلينا ناخد جزء تاني او ايه تانية علق عليها بطريقه مش حلوه اتفضل يوحنا الأولى الآية خمسة الإصحاح خمسة الآية سبعة اللي هي إن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس ولا ثلاثة هم واحد شوفوها دي إضافة ولا مش إضافة شوفوها منطفة من إمتى وفيلم خدع التبشير موجود شكرا ما فيش حاجة مضافة في كتاب مقدس الآية دي موجودة من أول ما اتكتب رسالة يوحنا والرسول يوحنا كان آخر واحد كتب لنا الرسائل وإنجيل يوحنا وعاش حتى قرب ال سنة عشان هو يجمع كل أصفار الكتاب المقدس يعني العهد الجديد كله ال 27 كتاب كانوا مكتوبين وموجودين من أيام يوحنا الحبيب اللي هو التلميذ اللي شهد عن كل ما جاء في الكتاب المقدس وان المؤرخين والاثار بتثبت ان هذه الايه موجوده من بدء الكتابه. اتفضل اخي يوسف. اه يعني عايز اقول انها ايه تحدثنا عن الثالوث وفكره الثالوث مش بس مبنيه على الايه ديت بحيث ان لو سقطت ها. هذه الايه آه. سقط الثالوث. آه. لا يعني الايه الواضحه اللي احنا قلناها من شويه صغيرين عمدوهم باسم الآية. الاب والابن والروح القدس. ده مش ثالوث ده لما لم يقول باسم شوفها في متى 28 19 لسه كانت على الشاشه دلوقتي بالظبط باسم يعني واحد م. الاب والابن والروح القدس هذا هو الثالوث فهي ايه يعني احنا مش عندنا ايه واحده فلو سقطت هذه الايه ضاع الحق لكن هي ايه ثانيه وبعدين مليان العهد الجديد مليان واعتقد اللي حيبحث عن الايات التي تتحدث عن الثالوث في العهد الجديد عيلاها تتجلى على الحصر واحنا ما بنجيبش حاجه من عندنا ما فيش داعي ان احنا نجيب حاجه من عندنا احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنفهم الكتاب وبنعلم بما هو مكتوب ما بنجيبش حاجه يعني من نخترعها يعني ما فيش داعي للاختراعات خصوصا لو كانت امور صعبه احنا نفسنا ما نعرفش نخترعها صح نشوف اخر جزء من هذه المحاضره عن المفهوم الخلاص حسب راي المهندس فاضل سليمان ونختم لقائنا اليوم تفضل السيد المسيح بدات الدعوة بتاعته إمتى؟ مش بيسموها اللي بدأت المينستري بتاعته. كان عنده 30 سنة لمدة ثلاث سنين، طب قبل 30 سنة دول كان إيه؟ كان عنده دين ولا ما كانش عنده دين؟ كان عنده دين، كان إيه بقى؟ كان مسيحي؟ معقول يا مسيحي كان مسيحي؟ كان بيصلي إزاي؟ نفتح كده إنجيل متى الإصحاح 26 لآية 39 وأختم بدي. ومشى قليلا ثم نزل على وجهه يصلي مين بينزل على وشه بيصلي السيد المسيح والمسلمين السيد المسيح كان دين هو الاسلام يا جماعه طالما في اله واحد ونوع انساني واحد معلش انا قطعت مش عايز اكمل البيت كم سطر عشان اعلق عليه وما يزعلش مني نزل على وجهه يصلي معرفش لو كان المخرج يقدر يساعدنا ونشوف لقطة من فيلم المسيح وهو بيصلي عشان هو مختلف معاه بس أنا عايز أسأله معلش وأسأل إخوات المسلمين هو المسلمين بيصلوا وهم ساجدين على وجوههم لا ما تقول الحقيقة يقفوا وينحنوا ويركعوا وبعدين يسجدوا يبقى أولا مش, مش بيصلي على وجهه يعني نزل على وجهه يصلي يعني زي المسلمين أو المسلمين والمسيح بقوا زي بعض ما تقول الحقيقة هل المسلمين بس بيسجد على وجهه ويصلي؟ ما تخليك حقيقي وواقعي. المسلم بيقف وبينحني وبيركع وبيصلي. أنا عندي سؤال. ليه بتعملوا كده يا إخواتنا؟ زعلوش. أرجوكم فكروا ليه بتعملوا كده كل يوم خمس مرات؟ حد يجاوبني من فضلكم، هل ربنا محتاج تقف وتنحني وتركع وتسجد؟ ما ممكن تقف، من حقك تقف. شوف المسيح ما كان ادي هو نزل على وجهه يصلي وهو بيصلي بهذه الصوره يعني اذا خلينا نشوف الواقع اللي هو بيتكلم عنه المهندس فاضل سليمان بيقول لك المسيح نزل على وجهه يصلي والمسلمين بينزلوا على وجههم يصلوا يبقى المسيح كان مسلم ايه الكلام ده ليه كده يعني خلينا واقعيين وانا بنتهز الفرصه عشان اوجه هذا السؤال لكل اخوات المسلمين من فضلكم قولوا ليه بتعملوا كده ليه بتعملوا كده كل يوم؟ بتقفوا وبتنحنوا وبتركعوا وبتسجدوا خمس مرات عده مرات، لا في القران حتى مكتوب كده ولا يعني انا عارف ان الاحاديث فيها حاجات زي كده، لكن الفكره ليه؟ انا عن نفسي ممكن اقف واصلي ممكن اقعد واصلي، ممكن ارجع واصلي، ممكن اسجد واصلي لكن ما فيش داعي ان انا اقف وانحني واركع واصلي سامحوني ده اللي كان بيحصل للناس اللي هم عندهم عباده اصنام، كانوا ييجوا قدام الصنم ويعملوا الحاجات دي. ليه انتوا مستمرين تعملوا نفس الحركات؟ يا اخي اقف وصلي. اسجد وصلي. كمان بتصلي تقول ايه؟ ايات محفوظه؟ احنا بنرفع دعاء. بنتكلم مع ربنا. وكمان ربنا بيتكلم معانا واحنا بنصلي هل سمعته وهو بيتكلم معاك لو ما سمعتوش يبقى انت مش بتصلي لان هو بيتكلم معانا واحنا بنتكلم معاه الصلاه حديث بيني وبينه ممكن اقوله وانا واقف ممكن اقوله وانا في العربيه ممكن اقوله وانا ساجد المهم ان انا اقوله من قلبي مش تقول لي بقى المسيح نزل على وجهه يصلي وان المسلم كان بيصلي والمسيح مسلم عيب خلينا نسمع اخر جزء متاسف معلش مش ست... مش م... ما احسن من الستات، ولا البيض احسن من السود، ولا العرب احسن من الهنود. يبقى في دين واحد من نفس المرسل اللي هو الله لنفس المستقبل اللي, اللي بيستقبل اللي هو هذا النوع الانساني، يبقى في دين واحد، الدين ده لازم يكون مناسب للدنيا كلها، لازم يكون مناسب للكبار والصغار، يكون مناسب للبيض والسود، للناس اللي في القطب الشمالي والناس اللي في غابات الامازون، لازم يكون دين زي الميه كده، مالوش لون. شفاف يكون ملوش ريحه يكون طعمه مناسب للجميع لانه لا حادق ولا حلو اذا ما ينفعش يكون متسمي على اسم انسان مش هيبقى مناسب للجميع، ما ينفعش يتسمى على اسم قبيله او جماعه بشريه مش هيبقى مناسب للجميع، ما ينفعش يتسمى على اسم منطقه جغرافيه زي الهندوسيه على اسم الهند منطقه جغرافيه، اليهوديه على اسم قبيله يهوذا، المسيحيه على اسم السيد المسيح، البوذيه على اسم بوذا انما الاسلام على اسم مين؟ فكروا كده كويس. السلام عليكم ورحمه الله وفتحوا عينيكم بقى. تصبحوا على خير. مهندس فاضل سليمان شكرا جزيلا لهذه المحاضره عن مفهوم الخلاص، اتمنى تكون فهمت المفهوم الصحيح للخلاص، لكن كمان عايز اذكرك عشان بس اخواتنا المسلمين يعرفوا الحقيقه. الدين عند الله حسب ما هو مكتوب عندكم الحنيفيه. الدين عند الله الاسلام ده جه بعدين. أرجوك أنت عارف ما تضحكش على إخواتك المسلمين الدين عند الله الحنيفية وبعدين عايز أقول لك بصراحة إحنا ما عندناش دين يا أخي ما تزعلش أنا بقولها لك أهو واستخدمها زي ما أنت عايز المسيح ما جاش عشان يأسس دين المسيح ما جاش ونادى أنه هو جاي عشان يعمل الديانة المسيحية دي فكرة خاطئة مية في المية عايز أساعدك ما فيش كلمة ديانة مسيحية في كل الكتاب لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد ما عايز اساعدك في ثلاث مرات ذكرت كلمة المسيحية بس في أعمال 11 26 بيقول لك هنا إن التلاميذ دعيوا مسيحيين أولا في أنطاكيا الناس قالوا مين الناس المؤمنين الحلوين دول نقول عليهم مين؟ بيقول لك دول بيتبعوا المسيح خلينا نطلق عليهم لقب مسيحيين طب وقبل كده كانوا بيقولوا عليهم اتباع الطريق هيك عارف لما كان المسيح يقول انا هو الطريق والحق والحياه في يوحنا 14 6 فقالوا دولت اتباع الطريق لكن لما وصلوا اتباع الطريق والمؤمنين بالمسيح الى سوريا في انطاكيا اطلقوا عليهم لقب مسيحيه وبعدين الشاهد الثاني الموجود على المسيحيه في اعمال 26 28 الملك اغريباس اللي هو لا يعرف في الدين ولا اي حاجه ولا حتى في اليهوديه قال لك بقليل بيتكلم بولس بيقول له بقليل تقنعني ان اصير مسيحيه ده اللقب الثاني الناس الاول قالوا عليهم مسيحيين واغريباس بيقول عليهم مسيحيين الشاهد الاخير في يوحنا في بطرس الاولى 4 16 بيقول كده فيه ولكن كان كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله من هذا القبيل ما تعبير سكر عن كلمه مسيحي مع ان احنا نفخر ان احنا نتكلم ان احنا مسيحيين المسيح ما عشان يأسس ديانة مسيحية المسيح جه عشان يموت ويقوم عشان يغفر خطايا كل البشرية وخطيتك أنت يا باش مهندس فاضل سليمان ولو لم تؤمن بالمسيح لن تغفر ليك أي خطية وأنت تتحمل مسؤولية نفسك لأن أنا بلغتك أخ يوسف ماذا تقول هل المسيح جاء يؤسس ديانة مسيحية أو هو كان مسيحي يعني معناه تبع الديانة المسيح ولد حسب تحت الناموس حسب الجسد يقول. اه حسب الجسد تحت الناموس لكن واضح انه بمجيئه اثبت ان كل البشر خطاط واشرار حتى انهم لم يطيقوا هذا القدوس الكامل اللي ما كانش بيعمل غير الخير فكان صليب المسيح اثبات على ذنب البشر وكان في الوقت ذاته اعلان عن حب الله يعني الصليب شيء واحد لكن بين حاجتين على طرفي النقيض الحب والبغض البغض اللا ينتهي من جانب البشر والحب اللانهائي من جانب الله والعجيب ان البشر ابغضوا الله ممثلا في ابنه والله قدم ابنه حبا وفداء للبشر المسيح لم ياتي ليؤسس ديانه ايا كانت الديانه لكن ليؤسس علاقه علاقه بين الانسان وبين ربه. من فضلك. ايوه. انا عايز اتوقف عن العباره دي لان عباره في غايه الاهميه. نعم. وانا بشكر ربنا انه اعطاني الفرصه ان انا افهمها واستوعبها واختبرها. بس نعم. انا عايز اخواتي المشاهدين النهارده مسيحيين كانوا مسلمين يفهموا. أيوة. المسيح جه مش عشان يؤسس ديانه يعني مثلا عندنا الديانه اليهوديه فكانت الديانه المسيحيه لغت الديانه اليهوديه او صلحتها وبعدين الاسلام عشان يلغي ايه الكلام ده؟ احنا ما عندناش ديانات في الكتاب المقدس ولا حتى من القديم ما فيش اعلان ان في حاجه اسمها ديانه, ديانة دي اختراعنا البشري احنا اللي اخترعناها ان لو كانت ممكن اعمل مجموعه حاجات وطقوس ومارسها اوصل الى الخلاص لو كان في ديانه بتخلص ما كانش جه المسيح صحيح لو كان اي طريق غير المسيح عشان كده قال لنا وليس باحد غيره الخلاص, الخلاص. عشان كده أنا بناشد كل المشاهدين اللي سمعوا وشافوا الكتاب المقدس سهل الحصول عليه وإذا فتحته وقريته هتعرف طريق الخلاص الكتاب المقدس هو إعلان الخلاص قال الرسول بولس لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة, الله في الخلاص لكل من يؤمن إذا أتريد أن تعرف طريق الخلاص إذ قبلتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. حمدا لله أن الكتاب المقدس مش صعب. مش مكتوب بلغة يعجز عنها الإنسان العادي أن يفهمها. كلمات بسيطة ممكن للطفل أن يفهمها. مش مكتوبة بلغة واحدة يستحيل على باقي لغات العالم أن تفهمها. موجود مترجم بكل لغات العالم. ما أسهل أن تقرأ الكتاب وان تتفهمه ستتقابل فيه مع المسيح المسيح الذي جاء لكي يطلب ويخلص, ويخلص ما, ما قد هلك المسيح الذي سيعطيك معرفه الخلاص كما قال زكريا ابو يوحنا المعمدان ليعطي شعبه معرفه الخلاص بمغفره خطاياهم المسيح اللي لك يقين ابدي في الخلاص لانه صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص ابدي اشكرك انا نفسي في الختام نشوف الايه في لغة 19 10 واسمع من حضرتك ازاي لو في بعض المشاهدين مسيحيين او مسلمين عايزين يوصلوا لحقيقه ان كلهم علاقه مش ممارسات انسى موضوع الديانه ولا الطقوس ولا الممارسات حتى لو كانت مسيحيه لكن ازاي يقيم علاقه بين الله والانسان نشوف تسعة 19 10 ونسمع من حضرتك ايه الطريقه اللي انا بيها اقيم علاقه حقيقيه بيني وبين الله. امين. اتفضل اشرح على ما هم يطلعوها يعني. أه الحقيقه الايه دي بتقول لان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، وبدايه القصه يقول لنا عن واحد كان غنيا وكان صاحب مركز وسلطان لكنه لم يجد سعادته فطلب أن يرى يسوع من هو وأنا أعتقد دي نقطة البداية أن يكون هناك حنين لهذا الشخص المجيد الذي جاء من السماء بدافع المحبة لنا لما طلب أن يرى يسوع من هو وتسلق الصعاب تسلق الجميزة لكي يرى يسوع المسيح توقف تحت الشجرة وقال له يا زكا أسرع وانزل لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك الله عاوز يوجد علاقة لذلك مش بس شوفني يا زكا والمشاهير يحبوا أنهم يبقوا بعاد ويروا من بعيد قالوا لا ده أنا هدخل بيتك ولما دخل البيت قال الإعلان العظيم عن الخلاص اليوم حصل خلاص في هذا البيت لأنه أيضا ابن إبراهيم ونتمنى أن المسيح النهاردة كتار من المشاهدين الأعزاء يطلبوه واكيد هو هيدخل بيتهم هيسعدهم هيقول لهم بكل زي ما قال لزكا اليوم حصل حضر خلاص لهذا البيت واعتقد البيت اللي يحضر فيه المسيح ويبقى فيه خلاص يبقى بيت مليان بالسعاده والفرح من كل قلبي عايز اشكرك اخ يوسف بس كمان نفسي نختم حلقتنا بصلاه لاي واحد مشاهد ممكن يقولها وراك حتى يختبر العلاقة بينه وبين المسيح إزاي يقول إيه أمين. يعني قدم لنا صلاة ممكن بعض المشاهدين النهاردة بكل تواضع يقبلوا أن هم يصلوها وراك من قلبهم أمين. بحيث أن هم يختبروا العلاقة الحقيقية بينهم وبين الله تفضل يا ربنا المجيد المبارك ضميري أعلن لي كتابك المقدس نورني ان انا خاطي منذ البداية من البطن سميت عاصيا زغت من الرحم ضللت من البطن لكن عرفتك انك جيت تطلب وتخلص ما قد هلك يا رب جايلك لك بخطاياي يا رب يا رب مش مستني اصلح نفسي واجيلك لكن حجيلك زي ما انا جاي لك بالخطايا يا رب واطلب منك انك تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي تطهرني. يا اللي سفكت الدم على الصليب زمان من ألفين سنه ما زال دمك باقي ودائم الاثر وتقدر تطهر قلبي وتغير فكري وتديني حياه جديده معاك اسير وانا متاكد أني في الأبدية حكون معاك استجيب يا رب لك كل المجد آمين آمين أخي يوسف رياض شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذا اللقاء شكرا لكم وإلى اللقاء في الأسبوع القادم